السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النهار وحلقة جديدة من نمبر وان معاكم ولمدة ساعتين علشان نتكلم في كل الأحداث الرياضية الكروية سواء المحلية أو العالمية. طبعا معنا فقرة الأولى هتكون مع الكابتن محمد يوسف نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر والمدير الفني للنادي الأهلي السابق صاحب آخر بطولة دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي حصل عليها في 2013. فقرة تانية فقرة صحفيين الأستاذ عمر البنوبي والأستاذ وليد ماهر علشان نتكلم كده في أمور خاصة جدا سواء بأمور اللي شفناها طبعا في المرحلة الأخيرة من كرة القدم، إن في بعض النقاد أو بعض الصحفيين بيطرحوا كتب رياضية مهمة جدا نتكلم عليها، وكمان نتكلم كمان على التنسيق الصحفي اللي موجود في الفترة الأخيرة لماتشات كرة القدم اللي بتكون في بطولة الدوري العام. بصراحة الشغل محترم جدا بيتم العمل عليه، وأكيد هنتكلم كمان في أمور بره الصندوق، وأكيد هنتكلم عن الزمالك وهنتكلم عن الأهلي وهنتكلم عن الإسماعيلي وهنتكلم عن بيراميدز والعقوبات طبعا اللي اتفرضت في الفترة الأخيرة على كل الأندية. لكن في البداية خلونا نتكلم عن الأخبار والكواليس اللي موجودة معانا، والخبر الأول اللي موجود معانا خاص بينا هنا في نمبر 1 إن نادي فيورنتينا الإيطالي بيسعى للتعاقد مع رمضان صبحي قبل بداية الأولمبيات، يعني مع نهاية الموسم الحالي. لكن رغبة رمضان صبحي في أنه يكون موجود في مصر في الوقت الحالي لحد دلوقتي هي دي اللي مخليه النادي الأهلي أنه هو يحاول وبقوة أنه هو يخلص رمضان قبل الموسم ما يخلص، علشان طبعا رمضان بعد نهاية البطولة السابقة لدوري أبطال لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وأن رمضان تألق وأحرز البطولة وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة خلت سعره مع هدرسفيلد يرتفع. لكن دلوقتي المفاوضات ما بين فيورنتينا الإيطالي ونادي هدرسفيلد على القيمة المالية، فيورنتينا مقدم حوالي 7 مليون يورو، لكن لسه هدرسفيلد ما ردش على النادي بسبب رغبة رمضان لحد دلوقتي. وأنا بكرر أقول لحد دلوقتي رغبة رمضان أنه يكون موجود مع النادي الأهلي، النادي الأهلي بيسعى وبقوة أنه هو يقفل على كل الأندية اللي ممكن تفاوض رمضان صبحي ويقدم عرض لهدرسفيلد في أسرع وقت ممكن علشان يتعاقد مع اللاعب ويقفل الباب اللي كل شوية يجيله منه نادي كده ممكن يعمل يعني شوية قلق بالنسبة لعدم استمرار رمضان مع النادي الأهلي. طيب مباراة بيراميدز والمقاولين، وبيراميدز بالرغم من الغيابات قدر يفوز على نادي المقاولين العرب بنتيجة 2-0. معنا على التليفون الكابتن محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز. يا كابتن محمود ألف ألف مبروك. حبيبي عامل ايه؟ ربنا يخليك. اهو ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ كله كويس؟ كله تمام يا حبيبي. يمكن فريق المقاولين مع الكابتن عماد النحاس بيقدم موسم استثنائي، بيراميدز بالرغم من الغيابات اللي موجوده عنده قدر يفوز على المقاولين بنتيجه كبيره 2-0، نتيجه كبيره وقربتم من المربع الذهبي وقربتم كمان من تخشوا في ثالث تاني وبتنافسوا دلوقتي الانديه. والله الحمد لله يا عمر، انت زي ما قلت احنا عندنا ظروف صعبه، انت بتلعب المقاولين اللي هو عامل موسم استثنائي، موسم قوي جدا، فرقه بقى لها فتره المركز الثاني وماشيه بشكل كويس وفرقه لها شكل مع كابتن عماد النحاس، فانت رايح تلعبها في ملعبها وانت ناقص خمس لعيبه. يعني يمكن القرار الاخير جالنا امبارح، تمام، يعني كان في لعيبه في المعسكر ومشيت، يعني كان اسلام عيسى وعلي جبر معانا في المعسكر ومشيوا، فبتبقى ظروف صعبه بتتعرض لها، قام خمس لعيبه مهمين وكلهم لعيبه اساسيه عندك ومؤثرين، فلما يجيبوا على ماتش قوي زي المقاولين يعني الموضوع بيبقى صعب، لكن لما الموجودين عندك اللعيبه القوام اللي موجود يقابل الموضوع ده بحماس وقتال وروح تبقى انت مبسوط، تبقى انت مطمن على الفرقه. بصراحه بقيه اللعيبه قدوا النهارده ماتش بقتال من اول دقيقه من التسخين، الناس نازله مركزه وعندها هدف واحد، عايزين تقرب لنقاط الدوري. في ناس فوقينا نادي الزمالك طبعا، فوقينا في الابناط، المقاولين فوقينا في الابناط، الاهلي يمكن بعيد شويه، فاحنا عايزين نقرب عشان ان شاء الله هدفنا السنه دي ان يبقى شكلنا كويس في الدوري وننهي في مركز كويس. فبالنسبه لنا النهارده طلعنا بنت مهمين جدا. كابتن محمود بصراحه كده يعني تلقيته ازاي خبر العقوبات
شايفين نفسكم اتظلمتوا بعد ما لجنة الانضباط أصدرت القرار بوقف وخصم وإبعاد اللعيبة اللي حضرتك قلت كانت موجودة في المعسكر، وكمان كل القرارات اللي كمان يعني على الناحية الإدارية، يعني عندكم وقف في الناحية الإدارية ووقف كمان في اللعيبة، فشايفين القرار عامل إزاي؟ بص، هو بالنسبة لنا قرار يمكن صعب شوية، لكن احنا يعني متوقعين ممكن يبقى في حاجه، بس صعب ان هو قرار صعب. طبعا احنا بنحترم اتحاد الكوره جدا ولجنه الانضباط جدا وناس كلها محترمه، لكن احداث المباراه يعني يمكن في هيصه واعتراضات كتير وبتاع، ده بيحصل لما تكون انت مثلا عندك احساس ظلم مثلا، فبيحصل. ما اعرفش يعني التجاوزات والحاجات دي ما اعرفش يعني ايه مداها وايه صحتها، لكن احنا عاملين تظلم. اعتقد كان النهارده رحنا بتظلم اتحاد الكوره او بكره اعتقد، على العقوبات دي. فاتمنى ان شاء الله يبقى القرار بتاع التظلم شويه، لان انا شايف ان اللعيبه، انا معاهم في الملعب يعني في ناس. طيب يعني يا كابتن فتح الله، بصراحة برضه أنا عايز أعرف منك كل حاجة بصراحة النهاردة. يعني بيراميدز من الفرق التقيلة في الدوري، بنتكلم ماديا بنتكلم فنيا، وبالتالي الموسم اللي جاي خلاص ممكن نقول إن هو يعني بدأ يقرب بالنسبة لمصر. يعني مصر إحنا بنبدأ نفاوض اللعيبة من بدري شوية. هل بيراميدز بدأ يفكر في الصفقات اللي هيتعاقد معاها من الموسم اللي جاي؟ اسماء كتيره ارتبطت ببيراميدز في الكام يوم اللي طبعا الاخيره، لكن يعني ابرز الاسماء شريف اكرامي. هل فعلا بيراميدز بدا يفكر في الاسامي؟ بص يا عمر، الملف اكيد مش بتاعي، لكن انا اقول لك انا شايف ايه وجهه نظرنا ايه. طبعا احنا لسه بدري جدا، احنا لسه نقول كامل، وعندنا منافسات قويه زي ما بقول لك. عندنا هدف في الدوري ان احنا نفتح الدوري بشكل كويس وفي مركز كويس يليق بالباسم ومن الحاجات الموجوده المتاحه دي. وعندنا طيب واضح ان الاتصال فيه مشكله، السيجنال ممكن يكون قطع. نحاول نرجع للكابتن محمود فتح الله تاني، المدرب العام لنادي بيراميدز بعد فوزهم على نادي المقاولين 2-0، وطبعا مباراه كانت قويه جدا. يعني هنكمل معاكم باقي الاخبار. نادي الزمالك بيصل بالسلامه الى الدوحه في قطر بعد استقبال جماهيري كبير جدا، والفريق بيؤدي تدريباته على ملعب جامعه قطر. بصراحه المنظر اللي احنا هنشوفه دلوقتي بعد ما بعثه الزمالك وصلت الدوحه بصراحه منظر مشرف جدا جدا، يليق بكل مصري موجود في قطر ايا كان هو انتمائه، اهلاوي وزملكاوي. اعتقد ان المنظر اللي احنا هنشوفه دلوقتي وهنطلع بيه مع حضراتكم. طيب كابتن محمود فتح الله، رجع لنا تاني يا كابتن فتح الله مع حضرتك. عمر، عايز اقول لك ان يعني كنت بقول لك ان احنا لسه لنا دور كامل، وعندنا الدور ده فيه منافسات، وعندنا بطولات، 3 بطولات احنا بنلعب فيها كاس، ولسه بيقول يا هادي عندنا ماتش مع الاسماعيلي كمان 10 ايام، وبطوله افريقيه برضه يعني دور 8، وهدفنا فيها ان احنا ان شاء الله كلنا نصيب وهنقاتل عشان ناخدها، وعندنا دوري عايزين ننهيه بشكل محترم وننهيه في مركز يليق بينا والامكانيات المتاحه اللي موجوده في النادي، يعني عشان النادي يستاهل يفنش الدوري في مركز كويس. ف كل اللعيبه اللي عندنا، القوام بتاعنا عندنا ثقه فيه جدا ان هم الهدف اللي احنا حاطينه المهم ان شاء الله يبقوا قدها وهيحققوا الهدف ده في النهايه، فكلنا عندنا ثقه فيهم جدا جدا، ومقتنعين ان دول لعيبه مميزه ومن احسن اللعيبه موجوده في مصر، دي قناعه تامه بكده. موضوع الصفقات واللعيبه السنه الجايه اعتقد بدري قوي الكلام فيها بالنسبه لنا او التفكير اساسا فيها، احنا دلوقتي باصين لاهدافنا اللي هي دلوقتي الفتره دي، فالتفكير في الموسم اللي جاي اعتقد بدري جدا وما فكرناش في الموضوع كده يعني. طيب لو هسال الكابتن فتح الله، لاعب نادي الزمالك ونجم منتخب مصر، ورايه الفني، بيراميدز عنده احمد الشناوي، عنده مهدي سليمان، 2 من الحراس الكبار، هل شايف ان شريف اكرامي لو بيراميدز اتفاوض معاه في الوقت الحالي وحاول يضمه لصفوفه من الموسم اللي جاي، شايف ان شريف اكرامي
بيراميدز محتاجه لوجود لاعب زي شريف اكرامي، كمان احمد فتحي. هل لو بيراميدز فعلا دخل في مفاوضات مع احمد فتحي، هل حضرتك شايف ان هو ايضا اضافه لبيراميدز، وان بيراميدز محتاج لاعب في مكان احمد فتحي او بامكانيات احمد فتحي في الفتره الحاليه او مع بدايه الموسم؟ بص يا عمر، انا اقول لك حاجه، يعني انت قلت لي اسمين، مش عارف انت ليه انت حددت اسمين، ما مش عارف، لكن انت قلت لي اسمين. والله يا كابتن، يعني يا كابتن فتح الله، الاعلام يا كابتن بيقول، وانا دوري ان انا اسال حضرتك، حضرتك راجل مسؤول برضو، فتقول لي يعني حتى لو بعيدا عن بيراميدز، كون حضرتك كواحد طبعا من نجوم كره القدم، تقول لي رايك. ماشي، ما انا اقول لك رايي الشخصي. تمام. انت بتقول لي على اتنين لعيبه انا بحبهم جدا وبقدرهم جدا وعارف قد ايه هم بيفرقوا مع اي فريق. تمام. شريف شخصية محترمة جدا، ووجوده مع أي فريق بيمثل إضافة، زيه بالظبط أحمد فتحي أكيد. لكن الاثنين اللعيبة دول يعني مكملين مع الأهلي، والأهلي عنده ارتباطات مهمة، وهم مكملين معايا طبعا لآخر سنة، وإحنا عندنا لعيبة موجودة معانا وعندنا ارتباطات ولعيبة مهمة جدا. عايز اقول ان كل حاجه لازم تتقال في وقتها، يعني احنا دلوقتي عندنا لعيبه وعندنا قناعه تامه بيهم. هيحصل في نهايه السنه بعض المفاوضات مع اي حد وفي اي نادي، ممكن الاهلي او الزمالك يكلموا ناس عندنا، وممكن احنا نكلم ناس هنا او هنا، الكلام ده في نهايه السنه. بس ما اعتقدش ان هو دلوقتي وقته ان الكلام ده يصار دلوقتي، سواء لعيبه نادي اهلي او سواء اللعيبه اللي عندنا برضه نفس الحال، ولو اتقال على لعيبه الزمالك بدري جدا، وخصوصا ان الانديه كبيرة، يعني بيراميدز والاهلي والزمالك عندهم ارتباطات، مش دوري بس ولا كاس بس، ده عندهم افريقيا. فاعتقد ان مش مصلحة اللعيبة ان يتقال حاجات او تصريحات او كلامنا دلوقتي، يعني اعتقد كده. طيب كابتن فتح الله، يمكن بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، واتمنى لك التوفيق مع نادي بيراميدز الفترة اللي جاية، فترة صعبة وفترة مهمة سواء محليا او افريقيا. كمل خبر نادي الزمالك، علشان نادي الزمالك عنده مباراة مهمة جدا يوم الجمعة، ولازم كلنا نكون في ظهره، لازم نكون داعمين. الزمالك بيلعب باسم مصر، مصر وتونس. تونس طبعا نادي الترجي نادي كبير جدا، بطل دوري ابطال افريقيا لموسمين ورا بعض، لكن زي ما قلت لحضراتكم المنظر مشرف، كل من هو في الدوحه في استقبال نادي الزمالك. عايزين بس يا جماعه نعلى بالصوت علشان نعيش الجمهور معانا الاستقبال الكبير جدا اللي البعثه المصريه استقبلته لنادي الزمالك في يعني في حال وصولهم، يعني اول ما وصلوا صراحه مطار الدوحه، دي كانت الاستقبالات اللي كل جمهور الزمالك استقبلها، سواء بقى من جمهور، سواء من مصريين، سواء من انديه تانية، ممكن بعض الجماهير عندها انتماءات مختلفه، لكن انا متاكد ان احنا كلنا يعني طيب انا بس عايز اسمع مع حضراتكم كده الصوت. كل التوفيق لنادي الزمالك، يعني ما فيش شك ان احنا زي ما قلت هنفضل داعمين 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 في ظهر نادي الزمالك علشان مباراه يوم الجمعه، ونيجي يوم السبت كده في اول حلقاتنا نبارك لنادي الزمالك بفوزه ببطوله افريقيا، اللي انا اعتقد هتكون او السوبر الافريقي، هتكون بطوله مهمه جدا جدا لنادي الزمالك قبل مباراه السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك، واللي ان شاء الله هتكون في ابو ظبي او في دوله الامارات الشقيقه. نروح للتليفون، مهم جدا جدا، مع المهندس محمد عادل المشرف العام على فريق الكره بنادي المقاولين. يا باشمهندس برحب بحضرتك. اهلا بيك والف الف مبروك. والحقيقه بقول كويس ان الاعلام المصري او الاعلام الرياضي قدر انه يستقطب شخصيه زيك. ربنا يخلي حضرتك يا باشمهندس. يكون لك اتجاه واحد ومميز، لان احنا بنطمع دايما في الشباب الجديد، وانت من الناس الواعدين في هذا المجال. اتمنى لك التوفيق وبقول لك الف مبروك، ومبروك لينا برضو. ربنا يخلي حضرتك يا باشمهندس، موهبه اعلاميه جديده. ربنا يخلي حضرتك، شرف ليا. للوسط الرياضي، ربنا يخلي حضرتك. طبعا يعني هارد لك، خساره امام بيراميدز هدفين مقابل لا شيء، بيراميدز كان عنده غيابات كتيره، لكن يا باشمهندس ان المقاولين في الفتره الاخيره
النتائج مش مستقره، يعني تعليق حضرتك على الخساره وبيراميدز من الانديه، اكيد الانديه الكبيره في بطوله الدوري، نادي كبير، نادي صعب المنافسه قدامه، اكيد مباراه كانت يعني فيها الكثير من الفنيات وكانت صعبه على الفريقين، لكن في الاخر الكابتن عماد والمقاولين ما عرفوش ياخدوا اللي هم عايزينه من المباراه. تعليق حضرتك. اول بنبارك لنادي بيراميدز، ولازم برضه نبقى واضحين في اعتبارنا ان رغم التغيبات اللي موجوده الفرق الكبيره دايما بنقول انها ما بتتاثرش، فنبقى عندها البدلاء اللي ما بيقولوش كفاءه عن السابقين. بالنسبه للنادي الحقيقه الشوط الاولاني ما كناش موفقين، كان في صربعه كتير من اللعيبه، يمكن هي اللي ادت المنظر اللي ظهرنا بيه في الشوط الاول، ويمكن الاخطاء الهدفين جايين من اخطاء يعني مننا احنا اللي رجعنا الكوره في الجون الثاني، فمش بنحقق، لكن احنا في الشوط الاولاني ورغم كده جات لنا فرصتين ان كان ممكن واحده منهم تيجي وطلعت من خط الجون. الشوط الثاني يمكن بعد اول 10 دقائق وربع ساعه تقريبا بقى في سيطره، مش هنقول كامله انما شبه كامله، لكن هي الكوره كده ما اللي جاي بقى احسن ان شاء الله، يعني برضه ما ننتهش المواجهه على النهارده في المركز الثاني، ونبتدي الدور الاول في المركز الثاني ب 32 نقطه، ويمكن من سنه 1982 هذا الانجاز ما حصلش ان المقاولين نهت في الدور الاولاني في المركز الثاني ب 32 نقطه، لكن بنبص للي جاي، واللي جاي صعب طبعا، لكن احنا ما زلنا مصرين مع اللعيبه اللي موجودين مع الجهاز الفني بقياده كابتن عماد، مصرين ان شاء الله ان احنا السنه دي نكون في مركز متقدم في المربع الثاني. هل هو حضرتك مركز متقدم ولا مركز يخلي المقاولين يكون موجود في بطوله افريقيا سواء دوري الابطال او سواء حتى في الكونفدراليه؟ وممكن يكون يا باشمهندس هو ده السبب اللي مخلي فيه شويه ضغط على اللعيبه، وممكن يكون المستوى متراجع الى حد ما؟ هو كلامك مظبوط جدا، يعني باعتبارك فعلا لاعب كوره، هو الضغط يمكن بقى صعب شويه على اللعيبه، احساسهم بمدى المسؤوليه مرتفع جدا، خوفهم على المكان اللي وصلوا له يمكن مأدي، دي حقيقه، انا يعني ما بشوفش فيه تقصير، ولكن يمكن في ضغط عصبي زياده شويه. طبعا احنا بنامل ان احنا نرجع تاني لافريقيا، واعتقد ان الجيل ده من اللعيبه بالمجموعه الفنيه دي قادره ان شاء الله. السنه اللي فاتت خامس بفرق مباراه يمكن كانت فدخلنا الرابع، ان شاء الله السنه دي برضو نقدر نوصل لافريقيا باذن الله. ان شاء الله يا فندم، بتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله مع نادي المقاولين. المهندس محمد عادل المشرف العام على الكره بنادي المقاولين. سريعا نستعرض مع حضراتكم كده الاخبار اللي موجوده معانا قبل ما نروح نستقبل الكابتن محمد يوسف. عواد وبامبو وكابونجو ابرز المستبعدين، كارتيرون بيعلن القائمه لنادي الزمالك استعدادا للترجي التونسي في السوبر الافريقي. كارتيرون اختار 18 لاعب، حراسه المرمى محمد ابو جبل، محمود عبد الرحيم جنش، وخط الدفاع محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حازم امام، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، يوسف اوباما، اسلام جابر، محمد حسن، احمد سيد زيزو، خط الهجوم محمد ونجم، اشرف بن شرقي، ومصطفى محمد. الكاف بيحدد موعد ماتشات الاهلي والزمالك في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. الكاف حدد ماتش الاهلي او ماتشين الاهلي قدام سان داونز، الاول اللي هيكون في القاهره يوم 29 فبراير، اما لقاء الاياب هيكون في جنوب افريقيا يوم 7 مارس. الزمالك والترجي الذهاب هيكون في القاهره يوم 28 فبراير، والاياب في تونس هيكون يوم 6 مارس. طبعا نتمنى التوفيق للفريقين، لكن الماتشات عندنا لسه بطولتين او عندنا حدثين مهمين جدا، السوبر الافريقي الزمالك والترجي، والسوبر المصري الاهلي والزمالك. الكابتن ربيع ياسين يختار 23 لاعب في قائمه منتخب الشباب استعدادا لكاس العرب اللي ان شاء الله هيتوجه ليها المنتخب يوم 16 من الشهر الجاري، علشان يبدا اول ماتشاته يوم 18 مجموعه منتخب مصر، السعوديه والجزائر وفلسطين ومصر. وطبعا مجموعه صعبه جدا، لكن عايز اقول لحضراتكم القائمه النهائيه اللي الكابتن ربيع اختارها علشان يسافر بيها. حراس المرمى حمزه علاء من الاهلي، فارس سيد محمود الاتحاد، السيد محمد عطيه من نادي الزمالك،
خط الدفاع محمد أشرف الأهلي، أحمد عبد العظيم محترف في الدوري الإماراتي، ومحمود صابر الأهلي، يحيى زكريا المقصة، حسام عبد المجيد الزمالك، أحمد سيد عبد النبي الأهلي، والعشري إنبي، حازم هاني المنصورة. خط الوسط العربي بدر الأهلي، إبراهيم عادل بيراميدز، أسامة فيصل الزمالك، عبد الغني محمد الاتحاد، حسام حسن غزل المحلة، زياد محمد إنبي، محمد شحاتة الطلائع، محمود جهاد نجوم المستقبل، ونادي حسن من الأولمبي. أما خط الهجوم عبد الله بحر من دجلة، أحمد نبيل كوكا من الأهلي، ومحمود صابر عبد المحسن من نجوم المستقبل. طيب الخبر اللي معانا ده أعتقد إن برضه خاص بينا هنا، الكابتن علي ماهر الأقرب إن هو يكون على القيادة الفنية لوادي دجلة بعد إقالة تاكيس جونياس. أعتقد إن في الساعات اللي جاية هيتم الإعلان لو حصل اتفاق ما بين المهندس ماجد سامي والكابتن علي ماهر المدرب السابق لنادي إنبي على تولي القيادة الفنية، وده هيكون بعد ساعات قليلة جاية. وبالتالي كابتن علي ماهر واحد من المدربين الواعدين اللي أكيد طبعا قدموا مستويات مميزة سواء مع الأسيوطي أو حتى مع نادي إنبي، لكن الفترة الأخيرة مع نادي إنبي ما كانش عنده توفيق كبير، لكن نتمنى له توفيق في حالة قيادته لنادي وادي دجلة. وادي دجلة من الأندية اللي ماشية بخطة ثابتة، لكن كان عندهم بصراحة يعني سوء حظ. أنا شايف إن هي إقالة ممكن نقول إن هي إقالة جت في وقتها، علشان دجلة بيمر بمرحلة صعبة جدا وبدأ يقرب من مرحلة الخطر ومرحلة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. لكن عقلية وادي دجلة ورئيس النادي المهندس ماجد سامي أعتقد إن هو بدأ خلاص يفكر ويقول إن الحصول على نقاط المباراة أو الفوز أفضل من إن دجلة يقدم أداء جيد، وده اللي كنا بنشوفه مع تاكيس جونياس. كان بيقدم كرة جميلة طبعا وكرة حديثة وكل حاجة كويسة، لكن ما كانش فيه أبدا مردود إيجابي على الفريق من ناحية النقاط ومن ناحية الصعود في جدول الدوري المصري الممتاز. لكن زي ما بقول لحضراتكم الكابتن علي ماهر هو الأقرب وبقوة للقيادة الفنية لنادي وادي دجلة. طبعا أكيد يعني أكيد ما فيش شك أنه هو اختيار موفق زي ما قلت لحضراتكم، واحد من المدربين الواعدين الكابتن علي ماهر كله حماس كده وراجل بيعرف يتعامل نفسيا مع اللعيبه. وزير الرياضه يوافق على طلب النادي الاهلي بالمساهمه في علاج مؤمن زكريا بمبلغ 600,000 جنيه. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وافق على طلب النادي الاهلي بتخصيص مبلغ 600,000 جنيه تحملها النادي الاهلي للمساهمه في علاج اللاعب مؤمن زكريا، وده بعد موافقه مجلس الاداره دون مخالفة اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وكمان لائحة النشاط الرياضي والعقد المبرم ما بين النادي واللاعب. والأهلي تقدم إلى وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مالي من خزينة النادي لمؤمن زكريا، واللاعب زي ما حضراتكم عارفين تم رفعه من قائمة الفريق الموسم الجاري، واللاعب سافر امبارح لواشنطن في أمريكا علشان يتلقى العلاج. نتمنى الشفاء يا رب المؤمن زكريا وإن هو يرجع سالم ومعافي من اي حاجة وحشة. طيب خلصنا مع حضراتكم كده الاخبار اللي معانا سريعا، هنروح لفاصل وبعديها نرجع نستقبل الكابتن محمد يوسف نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر واخر مدير فني حصل على بطولة دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي في نمبر 1، ولكن بعد الفاصل. ملامحه كلها جدية، تشوفه في الملعب تخاف منه، صعب تعدي منه، بس كل المدربين بيحبوه علشان مهارته واجتهاده. موافق انه يلعب في اي مركز في الملعب علشان بيحب وبيعشق النادي الاهلي. ساعات تشوفه في الباك ليفت وساعات تشوفه مساك، بس دايما حاضر وموجود في الملعب وصعب يخرج منه. من وهو عنده 11 سنة وهو موجود في قلعة البطولات والإنجازات النادي الأهلي، علشان يجي موسم 1989 مع الألماني فاياتسا ويتصعد للفريق الأول ويفضل موجود وأساسي لحد ما يقرر أنه يحترف سنة 1999 مع فريق دينزلي سبور التركي، وبعد 3 مواسم في تركيا بيرجع مصر.
لكن ومن خلال بوابة ام بي مع الراحل طه بصري وبعدها بيقرر اعتزال كرة القدم كلاعب. 10 سنين مع الأهلي حقق خلالهم 17 بطولة مختلفة علشان يسطر اسمه بحروف من نور في تاريخ النادي. محمد يوسف المدافع اللي خد لقب قلب الأسد في الأهلي واللي شارك مع كل المنتخبات المصرية في المراحل العمرية المختلفة ومن اللاعبين القليلين جداً اللي شاركوا في كأس العالم للشباب في كندا وفي أولمبياد برشلونة سنة 1992 وبطل كأس الأمم الأفريقية سنة 1998 ده غير أنه شارك في كأس القارات سنة 1999 وبيستمر تاريخه الرائع مع عالم التدريب ومن تاني يوم بعد الاعتزال ونظراً للفكر والشخصية القوية بينضم كمدرب مساعد في إم بي ثم مدرب فريق الشباب في الأهلي وبيصعد مجموعة من اللاعبين للفريق الأول زي أحمد نبيل مانجا وحسين سيد وأيمن أشرف علشان بعدها ينضم للجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي مع حسام البدري وبالصبر والاجتهاد بيكون رقم واحد في الأهلي وبيقدر يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا سنة 2013 وكمان بيقدر يحقق لقب كأس السوبر الأفريقي سنة 2014 وبيكمل مسيرته مع فرق تانية زي الشرطة العراقي وسموحة وبيرجع تاني للنادي الأهلي اللي طلبه والأهلي عند محمد يوسف طلبات وأوامر بس في منصب المدرب العام مع باتريس كارتيرون ومع مارتن لاسارتي وبيكمل المسيرة كمدير فني في وقت كان الأهلي بيمر فيه بفترات عصيبة. محمد يوسف مخزن أسرار الأهلي قرر يفتح قلبه علشان نعرف منه كواليس الأهلي مع لاسارتي ورأيه في السويسري ريني فايلر ومباراة السوبر المصري وقرعة دوري الأبطال وعلاقته بالراحل الأسطورة محمود الجوهري. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انا قلت هو يعني نجم من نجوم النادي الاهلي ونجم من نجوم منتخب مصر واخر مدير فني حصل على لقب دوري ابطال افريقيا في 2013 واللي راح بعديها لعب في كاس العالم للانديه ومن ساعتها النادي الاهلي ما عرفش يحقق البطوله وحلم كل اهلاوي ان هو يحقق لقب. يا ترى 2020 هيبقى وشها حلو على النادي الاهلي والنادي الاهلي يعرف يحقق لقب ولا لا؟ اكيد هنعرف منه وناخد معلومات كتير. مني مشرفني منورني الكابتن محمد يوسف. كابتن مرحب بحضرتك. الله يخليك يا عمر، انا مبسوط والله وسعيد ان انا ابقى معاك. ربنا يخليك وانت جميل، شخصيه جميله. ربنا يخلي حضرتك وببارك لك طبعا على البرنامج الجميل وربنا يوفقك كده ويكرمك ان شاء الله وتبقى يعني من الاعلاميين الكبار اللي يتصدروا القائمه الاعلاميه ان شاء الله يا كابتن. يعني ربنا يخليك، وحشني جدا من المعسكر، ما شفناش بعض من معسكر اسبانيا. لا بس انت ملتزم بصراحه يعني تمرين وصحيان الصبح ومامي معاك كابتن في اي حاجه. حبيبي كابتن يوسف. كابتن يوسف، يمكن حضرتك اخر مدرب حققت لقب دوري ابطال افريقيا في مباراه صعبه امام منافس قوي اورلاندو بايرتس. النظام اختلف وبقت مباراه واحده. الاول حضرتك شايف ان النظام ده احسن ولا حضرتك النظام مباراه الذهاب والعوده هو اللي كان افضل؟ هم طبعا الاول نسخه هيعملوها السنه دي اللي هي النهائي يبقى يعني نسخه واحده او مباراه واحده بمعنى اصح، لكن انا شايف من وجهه نظري الاتحاد الافريقي عمال يلعب في الفتره الاخيره دي، عمال يغير ويحط وبعدين حط. يعني انا شايف لا طبعا فيها ذهاب وعوده لان فيها احقيه اكتر بالفريق اللي بيكسب. يعني لما انت بتلعب مباراه خارج ملعبك وبعدين في ملعبك او العكس يعني ايا كان بيبقى فيها يعني بيبقى عايز اقول ايه ان الفريق بياخد حقه اللي بيفوز بيبقى هو فعلا جدير بالفوز. لعب مباراه في ملعب الخصم او في ملعب المنافس ولعب مباراه في ملعبه، من خلال المباريتين دول الاستراتيجيات او الفكر في المباريتين بيبقى مختلف تماما. وبالتالي بتقدر ان انت يعني تفوز بجداره اذا الفريق فاز يعني، فاهم قصدي؟ دي النقطه. النقطه الثانيه ان بيبقى فيه فرصه، انت ممكن عندك ظروف لعيبه اصابات ايقافات ظروف مش طبيعيه في المباراه الاولى ممكن تعوضها في الثانيه وهكذا. دي برضو حاجه من الحاجات دي. انا شايفه ان المباراتين هتبقى انسب، لكن زي ما قلت لك في بدايه كلامي الاتحاد الافريقي الفتره الاخيره بيغير كتير يعني كان عامل بطوله الامم في يناير وبعدين رجع عملها في يونيو وبعدين هيرجعها تاني، يعني عمال يعني يلعب شويه في البطولات الافريقيه والبطولات بتاعته عموما يعني.
ودي حاجة مش حلوة يعني. المفروض ان انت بتدرس الاستراتيجيات بتاعتك والفكر بتاعك والبلان بتاعك بتحطه السنوات وبتمشي عليه يعني. موضوع ان البطولة تلعب في يناير دي هتضر بطولة الامم يعني. طب يا كابتن شايف ان لو هو مباراة واحدة، حضرتك قلت ان الاتحاد الافريقي بيلعب في الفترة الاخيرة في اللوائح بيغير ويغير طيب كتير، هل هو عايز يبقى زي دوري ابطال اوروبا او زي الاتحاد الاوروبي مباراة يعني نهائي دوري الابطال تبقى مباراة واحدة؟ يعني انا مش عايز اقلد، هو كل اتحاد قاري ليه ظروفه وليه، هو عامل كل حاجه قريبه من الاتحاد الاوروبي، نفس بدايه دوري الابطال ما ينفعش بتبدا تعمل في 9 وبتخلص في اخر شهر 5، فده قريب من دوري الابطال تمام، وبعدين رجع دلوقتي عايز يعملها في يناير تاني. طب انا بتكلم على دوري الابطال لسه بطوله امم افريقيا، هو فعلا عايز يرجع في قراره تاني. هو بص يعني دايما انت تدرس الاحوال والظروف اللي عندك في قاره افريقيا مختلفة خالص عن أوروبا، من الإمكانيات، من المسافات، من الطيران، من الفرق، من طبيعة الـ كمان الحتة الإعلانية والحتة التسويقية مختلفة تماما، فما ينفعش أعمل زي الاتحاد الأوروبي يعني، ما ينفعش أعمل زي بطولات أوروبا اللي هي بطولة الأبطال في أوروبا وأمم أوروبية والكلام ده كله. كذلك الاتحاد الاسيوي، الاتحاد الاسيوي بيشتغل باستراتيجي مختلفه خالص، مقسم اسيا شرق وغرب اسيا، لان اسيا كبيره وما يقدرش يلعب فرقه مثلا من شرق اسيا مع فرقه من الغرب في المجاميع الاولى، لان هيبقى مسافات طويله جدا في الطيران، فبيضطروا يلعبوا مجاميع الاول في غرب اسيا لوحدها وشرق اسيا لوحدها، وبعد كده يبدا يجمع. يعني كل اتحاد بيظبط نفسه حسب ظروفه يعني. بس اورلاندو بايرتس يا كابتن، ايه الفرق بينه وبين سان داونز؟ اورلاندو بايرتس وسان داونز الاثنين فرق كبيره، الاثنين فرق كبيره في جنوب افريقيا، انضم لهم طبعا كارزا تشيفز، ويعني في فرق، في اربع خمس فرق، بيتفيس برضو فتره من الفترات كانوا اقوياء جدا، الاثنين متشابهين في حاجات كتيره. حضرتك لعبت قدام الاثنين تحديدا، حضرتك لعبت مدير فني قدام اورلاندو بايرتس وكنت في القياده الفنيه امام سان داونز، فأكيد في واحد فيهم عنده ميزة عن التاني. لا الاتنين تقريبا بيلعبوا بشكل متشابه بشكل كبير جدا، يمكن لعبوا كرة مفتوحة. الجنوب أفريقيا عموما الفرق بتاعتهم بيلعبوا مباريات مفتوحة، بيلعبوا مباريات بدون أي تحفظات أو أي تاكتكس دفاعية، تبص تلاقي في مساحات وبيلعبوا في الملعب كله ويضغطوا من فوق، والفرقة رايحة جاية، المباراة رايحة جاية. ولو انت بصيت في نتائج الدوري الجنوب افريقيا هتلاقي فيه نتائج كبيره يعني، ممكن تلاقي نتائج مثلا ايه 3-2 4-3 3-3 حاجات كده يعني 4-5 اجوان 3 اجوان، خمس من نادرا تلاقي 1-0 1-1 الكلام ده. هما بيلعبوا كره مفتوحه، بيتشابهوا في كده، ولذلك دايما انا وجهه نظري ان مع منتخب جنوب افريقيا او حتى الانديه لابد ان انت تلعب بشكل فيه غلق مساحات بشكل كبير. هم عندهم سرعات، هم بيجيدوا سرعات وبيجيدوا، وعندهم كمان الجانب المهاري خصوصا لما بتديهم مساحات بيقدروا ان هم يلعبوا ويشتغلوا كويس جدا ويباصوا، لان هم بيباصوا من رجل لرجل بشكل كويس يعني، عندهم حته الاستلام والتسليم مميزين فيها. فلما انت بتلعب مفتوح معاهم طبعا بتتعب، وكل كل المباريات اللي احنا لعبناها معاهم مفتوحه، يمكن انا لعبت معاهم مباراه في 2013 قدام اورلاندو بايرتس خسرنا 3 في الجونه، دي كنا بنلعب مباراه في رمضان لعبتنا مديه مساحات وكنا مش قادرين طبعا، كنا بنلعب واحنا صايمين، كسبونا 3 في الجونه. لما قعدت اذاكرهم بعد كده وذاكرت الدوري الجنوب افريقي وذاكرت الفريق ده بيلعب ازاي بعد كده وتابعته، فلقيت ان انا غيرت الاستراتيجيه بتاعتي في مباراه العوده في دوري المجموعات، اتعادلنا معاهم 0-0، وبعد كده لما قابلناهم في النهائي كانت نتيجه 1-1 عندهم وكسبنا 2-0 عندنا في النهائي يعني، خدنا بيه البطوله. فوارد يعني مش وارد، مهم جدا ان انت تلعب معاهم كومباكت يعني، تلعب معاهم قافل مساحات، ما تقابلش من قدام خصوصا وانت بتلعب عندهم، حتى وانت هنا برضو نفس الكلام ونفس عايز اقول الفكر، لان هم برضو عندهم ميزه ان الملاعب في جنوب افريقيا ملاعب حلوه، ملاعب يعني تلعب ملاعب مستواها عالي واسعه، ولذلك يعني من ضمن الحاجات مثلا بيقال ان احنا عايزين نلعب في استاد القاهره، اوكي استاد القاهره طبعا ميزه بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي،
لان ملعبه واسع وملعب كبير. بس لازم الاستراتيجيه بتاعتنا نبقى فاهمين كويس ان احنا مش عايزين نلعب يعني مش هنوسع اللعب يعني. لان هم عندهم عنصر السرعه، عندهم عنصر استغلال المساحات، لازم ما يبقاش عندنا مساحات بين خطوطنا. دي هتبقى مهمه جدا جدا مع فريق زي سان داونز، مع واتيفر بقى لاي فرقه بتلعب يعني. حضرتك قلت جمله مهمه جدا حضرتك بعد ماتش اورلاندو بايرتس اللي كان في الجونه وكان في رمضان، حضرتك ذاكرتهم وبصيت عليهم وشفت السلبيات والايجابيات وعرفت تفوز عليهم في النهائي. كابتن محمد يوسف في 2013 ما كانش فيه كوره، كان الدوري موقوف اعتقد، او كان فيه يعني مصر بتمر بظروف، لكن حضرتك قدرت انك يعني تبقى اخر مدير فني يتوج بالبطوله في ظروف صعبه جدا جدا، الوضع مختلف دلوقتي. ليه الاهلي يا كابتن، او ايه اللي الاهلي محتاجه علشان يحقق الانجاز بالرغم من ان الامور دلوقتي افضل بكتير جدا، بنتكلم على الجانب الفني وبنتكلم على الجانب حتى النفسي والمعنوي، لكن الوضع مع حضرتك كان اصعب بكتير. بص يعني هو طبعا ممكن اوقات كتيره احنا كلاعيب الكوره عمر اوقات الصعوبات بتبقى هي عايز اقول يعني عامل تحفيز. يعني احنا مثلا في 2013 الدوري اتلغى في 30/6 وبعد كده مشينا في بطوله افريقيا، فما كانش عندنا غير بطوله افريقيا، كنا احنا ونادي الزمالك اللي بنلعب في افريقيا ساعتها كانوا معانا في المجموعه يعني، كنا احنا والزمالك واليوبار والبايرتس، فكان هو دي البطوله الوحيده اللي احنا لابد ان نستمر فيها. دي نقطه مهمه جدا اتكلمنا فيها، وحتى انا كنت بشتغل على الحته الجانب النفسي، لان كانت اللعيبه بقى في الفتره دي انت عارف كان في يعني مشكله شويه، ما بتلعبش دوري والاحوال او الظروف عموما في مصر ما كانتش في احسن حاجه، لكن احنا كنا مركزين قوي في البطوله دي، وكنا واخدين بطوله 2012 من الترجي، وكنا عايزين نحتفظ باللقب تاني سنة على التوالي. فحطينا دوافع يعني، انا اشتغلت على الدوافع بشكل قوي جدا بجانب الفنيات، اشتغلت على الدوافع ازاي ان احنا نحافظ على البطولة دي، ازاي ان احنا طبعا جت بعد احداث بورسعيد، وكنا خدنا برضو سنتين ثلاثة في حتة يعني الموضوع بتاع بورسعيد ده، فبرضو ده من ضمن الحاجات برضو اللي كانت نقاط تحفيزية، كنا بنلعب في الجونة، فبرضو كان في صعوبات كتيرة جدا احنا اشتغلنا عليها بحيث ان هي دي تبقى نقاط نحطها دوافع لينا ونقاط تحفيزية لينا. النهاردة انت عندك سكواد كويس يعني، بتتكلم في انت وصلت تو فاينلز اللي فاتوا، اللي هو سواء الترجي اللي فات واللي قبله مع الوداد، يعني كان ممكن تاخد البطولة. كان في حاجات رتوش ناقصة شوية صغيرة، مفيش توفيق طبعا مهم جدا، حتة المهاجمين وان انت يكون عندك مهاجم بيحرز اهداف من انصاف فرص او يعني تكاد تكون ممكن واحده ولا حاجه، انا شايف ما كانتش متوفره لا في النهائي بتاع الوداد ولا في النهائي بتاع الترجي. كابتن الوداد كان موجود الكابتن عماد متعب. عماد ما كانش، لا ما اعتقدش عماد كان بيلعب، كان عماد اللقطه الشهيره اللي عملها بعد كابتن عماد كان موجود اعتقد، كان موجود لعب المباراه، انا مش متذكر بس كان في الوداد. بس انا كابتن بتكلم على السكواد وحته السكواد اللي حضرتك بتتكلم عليها دلوقتي. دلوقتي السكواد قوي يعني، انت بتتكلم على قائمه زي ما احنا شايفين كده في الدوري بصراحه، يعني فايلر بيريح لعيبه ويشتغل مع بيشتغل بلعيبه، عنده الروتيشن في مراكز كتيره جدا. في مباراه كان قاعد فيها علي معلول، وكان قاعد فيها احمد فتحي، وكان قاعد فيها وليد سليمان ومروان، يعني كان حوالي اربع خمس اسامي كلهم لعيبه كنت بتشوفهم على طول في الملعب يعني. او ما تتصورش ان انت تقدر تلعب تشكيله للنادي الاهلي بالاربعه دول. فهو معاه مجموعه حلوه قوي، انا متفائل يعني متفائل. وكمان انا كنت حتى بتكلم معاه قبل ما يتعمل قرعه ان احنا يعني يا ريت نقابل سان داونز تاني، لان الحته النفسيه حتى اللعيبه مركزه قوي، واللعيبه عايزه تقابل سان داونز عشان يعني يغيروا الصوره اللي حصلت السنه اللي فاتت ويقولوا مش ده الطبيعي بتاعنا. كابتن سيد كان معايا في مداخله كابتن يوسف، وقال لي ان احنا في بعض الاخطاء اللي وقعنا فيها الماتش اللي فات، وان شاء الله مش هنقع فيها الماتش ده، وهنبدا ان احنا نعدلها. من ضمنها ان هو قال لي ممكن نلعب مباراه في نفس التوقيت اللي سان داونز هتلعبنا فيه، يعني لو سان داونز حددت الماتش العصر هنلعب ماتش ودي العصر. هل حضرتك شايف ان دي الحاجه الوحيده اللي الاهلي وقع فيها عن الماتش اللي فات والماتش الموسم الماضي عن الموسم ده اللي ممكن الاهلي يتلافاها، ولا في حاجات تانية؟ يعني طبعا انا
يعني مش عايز اقول ان الموضوع المباراة دي، لان هو الراجل طلع في المؤتمر الصحفي، فايلر طلع في المؤتمر الصحفي اتسأل سؤال كده واضح، قال له انت هتلعب مباراة ودية كذا كذا، فقال له يعني انا راجل ما بس العكس، هو اتسأل ان هو ممكن يلعب هناك في جنوب افريقيا مش هنا في مصر، فهو السؤال بصراحة يعني اتسأله كان غريب عليه. لكن الكابتن سيد قال لي ممكن نلعب ماتش ودي هنا في القاهرة قبل ما نسافر ماتش ودي في نفس التوقيت، يعني اساس تلعب الساعه 3 العصر بالظبط. بص يعني هقول لك على حاجه، مش يعني كفنيا انا طبعا مش بعترض على يعني سيد، ممكن يكون لي وجهه نظر ان لما اللعيبه تلعب العصر فيبقى رتم اليوم، طب ما انت ممكن تحط مباراه في الدوري، يعني انت النادي الاهلي عنده الحريه او عنده التحكم ان هو ممكن مباراة بتاعته في الدوري يلعبها الساعة 3 العصر، ممكن يعني يخاطب اتحاد الكورة ويلعب الساعة 3 العصر في هنا. النقطة اللي أنا بتكلم فيها مش بتفرق قوي ليه؟ لأن أنت عندك لعيبة معاها خبرات كويسة جدا، عندك لعيبة زي بالظبط فكرة اللي بيتمرنوا الصبح ويلعبوا بالليل، طب ما فرق في أوروبا كلها بتتمرن الصبح الساعة 9 بس ماتشاتهم بالليل الساعة 7 والساعة 6 والساعة 5، فمالهاش علاقة. كان زمان الفكر ده يقول لك ان احنا نتدرب وقت الماتش وقت المباراه وكده، لكن انا اعتقد ان هي ملهاش علاقه، هي بس بتفرق ان انت قبل المباراه بيومين ثلاثه بتبدا يعني تظبط رتم النوم بتاعك ورتم الاكل بتاعك والحاجات دي كلها، وتعمل تمريناتك قبلها بيومين ثلاثه الساعه 3 في ميعاد المباراه، عشان يبدا اللاعب يتعود انه يصحى الصبح يفطر، وبعدين غداء بيبقى بدري، ويعني بيغير النظام او عدد ساعات نومه. يعني حصل اي مواجهه بين حضرتك وبين الكابتن نبيل معلول في اي وقت من الاوقات؟ كابتن نبيل معلول شخصيه جميله جدا، واتقابلنا في نهائي 2012 كان هو مدرب الترجي وانا كنت مدرب عام مع الكابتن حسام البدري، واتصل بيا طبعا وبارك لي بقى في 2013 لما جميل الكابتن نبيل شخصيه جميله جدا وشخصيه محترمه. الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أنا كابتن محمد، تحياتي أخويا. أهلاً أهلاً كابتن نبيل، أهلاً وسهلاً بيك بيك ولعمر، ألف مبروك البرنامج الجديد، ألف ألف مبروك. الله يخليك. بشكرك كابتن نبيل معلول، طبعاً نجم الكرة التونسية والمدير الفني السابق للمنتخب التونسي والترجي التونسي. يعني كابتن مشرفني ومنورني كالعادة، وطبعاً تحيات الكابتن محمد يوسف، وبنتكلم بقى عن دوري الأبطال وبنتكلم عن ذكريات جميلة جداً. مباراة يوم الجمعة بين الترجي والزمالك، مباراة هتكون ما بين أشقاء، ما بين حبايب، ما بين إخوات، لكن في الناحية الفنية حضرتك يعني أحسن واحد تكلمني عن الترجي وعن الدوافع اللي موجودة، وإزاي ممكن يقابل نادي الزمالك في ظل بحث نادي الزمالك عن بطولة يعني في خلال موسم صعب بالنسبة له. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي مرة أخرى ليك عمر والكابتن محمد، وإن شاء الله دائما متعلقين يا رب. طبعا مباراة صعبة، تعرف أنت مباراة ترجي أهلي زمالك صعبة صعبة تقدر تتكهن بها مهما تكون الفورمة اللي عليها الفريقين حاليا الترجي تعرف أنت في أوج العطاء، متصدر الدوري التونسي، تورنوفر متميز جدا من الإطار الفني بتاع الترجي بقيادة معين الشعباني، مسيطر على الكرة الأفريقية منذ سنتين، سنين شامبيونز ليج ورا بعض، مرتين كأس العالم. صحيح أن الموسم الماضي الترجي انهزم الرجاء في كأس السوبر، لكن نحس من خلال يعني المعلومات اللي عندي اللي وصلتنا أنه فما تركيز كبير على المباراة هذه، وفما إرادة كبيرة للفوز بالسوبر هذه، لأنه تعرف أنت زاد 2012 انهزم الترجي في السوبر، السنة الماضية انهزم، وإن شاء الله السنة هذه يعني يحاول يتحصل فيها، ولو أنه معناها المنافس فريق الزمالك فريق محترم جدا، صحيح ما هوش يمر الفريق بأفضل حالاته حاليا خاصة نحكي من الناحية الفنية ولا الناحية البدنية، لكن كابتن محمد عندك ويعرف أنه المباراة هذه يقدر يتحول فيها اللاعب وتركيز يكون كبير وتحضير خاص المباريات هذه اللي تكون يعني تخليك بعد 90 دقيقة تفوز بالكأس. ألو كابتن نبيل. سمعك. تمام. كابتن نبيل، عايز أسأل حضرتك عن وقوع نادي الترجي مع نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، هل حضرتك شايف أن وقوعهم مع بعض هتخلي المباراة يكون ليها حسابات خاصة، ولا مباراة السوبر هتكون ليها حسابات مختلفة عن لقاءات دوري أبطال أفريقيا؟
عندها حسابات خاصه لا، لكن تاثر على المباراتين اللي بعد بدون ادنى شك. يعني نتيجه اللقاء هذه تاثر على الاسبقيه المعنويه اللي باش ياخذها الفريق في المباراه هذه. ما يكونش عندها تاثير كبير، لكن يكون عندها تاثير معنوي بدون ادنى شك. هما ما نعرفش من حظهم ولا من سوء حظهم، انا باش يتقابلوا في اقل من شهر ثلاث مرات، ترجي والزمالك، باش تكون معناها مباراة صعبة على الفريق الاثنين، ولو هناك أسبقية للترجي الرياضي التونسي للفورمة اللي عليها الفريق معناها في المدة الأخيرة في الأشهر الأخيرة. لكن تعرف مباريات هذه صعبة تتلعب على جزئيات كبيرة، والفورمة متاع الأسبوع، الفورمة متاع اليوم اللي عليها اللاعبين مهمة جدا، والتحضير النفسي للمباريات هذه. يعني مدربين مهمتهم كبيرة في التحضير النفسي أكثر من التحضير التكتيكي، لأن التحضير التكتيكي المدربين والإطار الفني هنا وهنا يعرفوا كل صغيرة وكبيرة الترجي على الزمالك، والزمالك يعرف كل صغيرة وكبيرة على الترجي. لكن المهارات الفردية الفنية اللي موجودة قدام بدون أدنى شك هي اللي تعمل فارق. الترجي والأهلي يا كابتن نبيل أصعب بالنسبة للترجي ولا الترجي والزمالك؟ سوري ما فهمت سؤالك. بقول حضرتك القرعة وقعت الترجي مع الزمالك، هل حضرتك شايف ان الترجي لو كان وقع مع الاهلي هل المباراة ممكن تكون صعبة، ولا وقوع الترجي مع الزمالك صعب زي مواجهته مع الاهلي؟ لو تسألني انا كمدرب، انا ما بنحبش نلعب ضد الاهلي. تحبش تلعب ضد الاهلي؟ ما بنحبش نلعب ضد الاهلي. ما بتحبش ضد الاهلي يا لانه صعب الاهلي، صعب المرأة الاهلي معناها اللاعبين عندهم خبرة كبيرة في الشامبيونز ليج، شخصية كروية متميزة جدا في الأوقات الحرجة وفي المباريات الكبيرة تلقاهم دائما متواجدين. ممكن ما يكونوش في الفورمة في الفترة هذيك، لكن في الأوقات الحاسمة والمباريات الكبيرة تلقاهم ناس أخرى ولاعبين أخرين وشخصية أخرى مغايرة تماما على المباريات اللي سايرة في الدوري. أنا نذكر معناها كنا في نفس المجموعة مع الأهلي سنة 2011 معناها، والترجي كان معناها من الأول في المجموعة نتاعه، وأصريت معناها طبعا مع احترامي الكبير قلت لهم راهو الأهلي إذا كان الترجي ما يقيش الأهلي حاليا من دوري المجموعات، الأهلي إذا كان يمشي بعيد يولي أصعب بكثير وصعب أنك تفوز عليه إذا كان يوصل أدوار متقدمة. كابتن نبيل، يعني هل الترجي في الموسم الحالي هو الترجي اللي كان في الموسم الماضي وما قبل الماضي؟ هل في نفس القوة ويقدر ان هو يعني يمشي بنفس الخطى اللي حقق بيه لقب دوري الأبطال لموسمين على التوالي؟ شوف، حسب رأيي انا الشخصي الترجي متغير على الموسم الماضي. التغير في شو صار؟ الترجي ربح لمسة فنية متميزة جدا في خط وسط الميدان، اللعب اصبح جماعي اكثر مقارنه بالموسم الماضي. انا شخصيا معناها ما كنتش متفائل للحد هذا اللي نشوف فيه الترجي حاليا، لانه الترجي تعرف انه فريق يخسر لاعب اثنين ثلاثه مهمين ياثر عليه، فما بالك فريق خسر خمسه لاعبين، وخمسه لاعبين معناها اعمده في الفريق، خسر معناها لاعبين مهمين جدا، فرانكوم وهلال الشعلالي اللي كانت عندهم قوه بدنيه كبيره في خط وسط الميدان وكانوا مترونوم تاع وسط الميدان، وخسر يوسف البلالي اللي كان اختار الكل تقريبا في التنشيط الهجومي ونزعه الهجوميه نتاع الترجي الرياضي التونسي من يوسف البلالي. وفي المده الاخيره هذه منذ شهر تقريبا خسر خدمات معناها انيس البدري اللي كان معناها المحرك الاساسي للجهه اليمنى سواء في التهديف ولا في الاسيست، بدون ان ننسى سعد بقير ايضا اللي كان لاعب احتياطي لكن مهم جدا، وهو كان وراء فوز الترجي من سنتين بالتشامبيونز ليج، وتذكروا هذا يعني في مباراه الاهلي. كنت نظن انها صعبه، لكن الانتدابات القائمه اللي عملتها اداره الترجي الرياضي التونسي في المده الاخيره، وخاصه اللاعبين الجزائريين اللي جاوا في خط وسط الميدان وفي الخط الهوني اللي بصراحة معناها قاعد لاعب الليبي اللي يعمل في بداية موسم لحد الآن مباريات على مستوى عالي جدا، خاصة من الناحية الفنية، من ناحية التوغلات، من ناحية الأسيست، من ناحية الزيادة العددية اللي يعملها دائما في الجهة اليسرى، ولا لأنه يدخل إلى خط وسط الميدان. فنيا أصبح أقوى ترجي، ممكن بدنيا أقل في خط وسط الميدان، لكن اللمسة الفنية عوضت القوة البدنية اللي افتقدها الترجي بغياب فرانكوم وغياب الشعلاني. لو قلت حضرتك أخطر اللعيبة اللي حضرتك ممكن تشوفها في نادي الزمالك هيكون مين؟ نعم عمر،
اخطر اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك واللي ممكن تشكل خطوره على الترجي في مباراه يوم الجمعه؟ في فرجاني لما يكون في الفورمه بدون ادنى شك يعني مهم جدا في الاسيست بتاعه وفي الرؤيه بتاعه السياقه في طارق حامد، معناها اللي هو يعتبر ميزان في 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 خط وسط الميدان بدون ادنى شك، واللاعبين الاجانب اللي موجودين قدام معناها بدون ان ننسى شيكابالا اللي في اي لحظه قادر باش يعمل خطوره كبيره ولا يجيب لك جول ولا يعمل اسيست ولا يعمل الفارق. هذوما اللاعبين اللي تبقى نقطه الضعف بتاع فريق الزمالك، هو معناها البطء الكبير اللي تشاهده في التحول من النزعه الدفاعيه الى النزعه الهجوميه، اللي نزعه الهجوميه الى النزعه الدفاعيه، معناها فم بطء شويه في العوده وفي افتكاك الكوره، خاصه لما تكون كونتر اتاك عليه. بدون ان ننسى ايضا نرجع للترجي، لو تسمع عمر، الترجي معناها غياب بدران ضربه موجعه، لانه بدران يعتبر في الخط الخلفي احسن لاعب في بدايه الموسم لحد الان. يعني كابتن نبيل، واحنا بنتكلم مع كابتن يوسف قال ان في كواليس كانت في مباراه 2012، وكمان حضرتك كلمته في 2013 باركت له الكواليس، بقى لما قابلتوا بعض او واجهتوا بعض في الترجي والاهلي ايه اللي حصل وايه الكواليس اللي دارت بينكم؟ والله ما سمعتك عمر، عادي الله يخليك. بقول لحضرتك في 2012 الكابتن يوسف كان بيقول لي ان كان في مواجهه ما بين الكابتن نبيل معلول لما موجود في الترجي التونسي. قابلنا كابتن نبيل. طبعا انا سعيد جدا ان حضرتك تبقى معانا النهارده، ويمكن انا من الناس يعني بتبسط جدا وبتفرج على حضرتك وبسمع حضرتك في التحليل، ودائما ارائك فعلا ثاقبه، واراء عمر كمان الكابتن نبيل بيتكلم من الميدان من جوه الملعب، فطبعا في تحليله بيبقى واقعي جدا. طبعا لينا وقعه طريفه وانا هفكره بيها. لما نزلنا في نفس الفندق يا كابتن نبيل في مباراه الذهاب بتاعت 1-1 في 2012، نزلنا في نفس الفندق في اسكندريه في برج العرب. وقد ايه هو شخصيه جميله جدا، وكان مرحب لما سالوه يعني تنزل في نفس الفندق مع النادي الاهلي، قال لهم عادي مفيش مشكله، وحتى كنا بنتقابل عادي في اللوبي بتاع الفندق، ورحنا ورا بعض باتوبيسين. يعني فعلا من المديرين الفنيين، مش عشان هو معايا دلوقتي، لكن فعلا كابتن نبيل يعني بصراحه من المديرين الفنيين في افريقيا اللي ليهم اسم كبير، وتولى منتخب تونس وراح بيه كاس العالم وليه نجاحات كبيره جدا. فانا بشكرك والله فعلا كتير، وفي نفس الوقت سعيد جدا ان سمعت صوتك النهارده، وفوجئت بتليفون منه يبارك لي في 2013 بعد فوزنا بالبطوله. شعور جميل جدا من مدير فني كبير يعتبر من المصنفين في افريقيا. انت يا كابتن نبيل مشكور اخويا محمد، والله مشكور، وان شاء الله باذن الله نتقابل على قريب ونسلم على بعض مره اخرى ونتقابل في الملعب مره اخرى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا الكابتن نبيل معلول المدير الفني السابق لنادي الترجي التونسي والمنتخب التونسي. طبعا من الشخصيات المحترمه جدا كابتن يوسف، شخصيه كابتن جميله وشخصيه جميل. محترمه، واحنا نازلين رايحين على فاتقابلنا في اللوبي واحنا رايحين بقى على الماتش مباراه ذهاب عندنا والعوده عندهم. وعاده انت لما بتلعب مباراه الذهاب ما بتبقاش حلوه قوي ان انت تلعب عندك الاول، انت عايز تلعب بره وبعدين تلعب العوده عندك يعني. فهو من المديرين الفنيين اللي هاديين جدا، يعني تلاقيه هادي قوي قبل المباراه ومش متعصب، ما يبانش عليه العصبيه. فتقابلنا في لوبي الفندق يوميها، ويعني كان في حوار كده طريف وبتاع، بس وطلعنا 1-1، كانت النتيجه 1-1 عندنا، كان يعني اكثر المتفائلين يقول لك يعني خلاص الامل صعب قوي، لكن احنا قدرنا ان احنا نكسب 2-1. عشان كده هو بيقول لك الكابتن نبيل بيقول لك ان يعني انا ما احبش اقابل اهلي، لانه عندهم يعني بيبقى دايما احنا في المباراه النهائيه دايما بيبقى عندنا سيناريوهات كتيره بتفاجئ الخصم يعني. وان شاء الله كمان ما يحبوش يلعبوا الزمالك، ان شاء الله يبقى يوم الجمعه الزمالك يكسب ان شاء الله في مباراه كده تكون قويه. كابتن يوسف، يمكن حضرتك ما لحقتش الفار في دوري ابطال افريقيا ولا في النهائيات، يعني حضرتك كمدير فني البطوله اللي حضرتك حققتها في 2013 كانت على ماتشين ومن غير فار. راي حضرتك بقى في تطبيق تقنيه الفار في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ شفتها مع الاهلي كمان اتطبقت وكان حصل عليها مشكله، طبقت في مباراه والثانيه قالوا لنا مش شغاله. طيب
النسخة بقى اللي بعديها حصلت كمان يعني حصلت كمان في النسخة اللي بعديها. لكن عايز اعرف بقى الكواليس اللي حضرتك عشتها في تونس في مباراة الترجي لما قالوا لك الفار مش شغال، عملت ايه او كان رد فعلك لا ايه؟ لا مفيش رد فعل، ده هو قال لي والحكم بيصفر. قال لك مفيش فار؟ يعني الحكم واقف بيصفر في وسط الملعب عشان يبتدي المباراة، جالي الحكم الرابع وانا قاعد على جنب كارتيرون فرقيته وفوجئت ناداني فبيقول لي ان الفار مش شغال ولما يشتغل هنبقى هنقول لكم يعني او هنديكم علم. يعني يا كابتن لما يشتغل هقول لك. ما انا بقول لك يعني حصل يعني مش عايز اقول تهريج بس ده اللي حصل فعلا، وده اللي حصل مع الوداد في الموسم اللي بعد اللي هو البطوله اللي فاتت دي، الفار ما كانش شغال في المباراه العوده. طب الوداد ما رضاش يكمل، يعني الوداد قال ستوب انا مش هلعب. لا الوداد لعب بس بعد لعب. بقى كابتن ما نزلوا الملعب واحمد احمد نزل والدنيا كلها نزلت. اللي حصل ايه يا عمر؟ اللي حصل الوداد لعب واختلفوا ساعه المباراه لما حصل. ما ده اللي بتكلم فيه. احنا المشكله ان احنا ما كانش في اي احداث خلال المباراه تخلينا نقف نعترض. افرض مثلا كنا جبنا مثلا هدف واتلغى مثلا ساعتها كنا ستوب بقى وكان هيحصل ده اللي حصل من الوداد خلاص. وبرضو الوداد عشان اقول للامانه الوداد ظروفه في المباراه انه احرز هدف واتلغى يعني الاحداث بتاعه المباراه خليتهم ان هم يوقفوا المباراه. احنا المباراه بتاعتنا لما لعبناها ما كانش في اي فرص لينا او اي حاجه ان يبقى في احتجاج على السيناريو اللي ماشي بيه المباراه، فاهم قصدي ازاي؟ لكن هو برضو نفس الكلام الفار ما كانش شغال في مباراه العوده وحصل المشكله اللي حصلت وفي النهايه الاتحاد الافريقي يعني اعتمد النتيجه بتاعه المباراه يعني. طيب يعني ما كانش في نيه كابتن يوسف انك تقدموا شكوى باللي حصل الكلام؟ طبعا كلام نقلت طبعا هشام محمد طبعا والموقف اللي اتعرض ليه كل ده كتب في تقرير وقدمناه كضابط النادي الاهلي طبعا، لكن انا لازم العب المباراه لازم طبعا. احنا حضرتك راجل مسؤول لازم تلعب المباراه. ما هو هشام اتعور واتضرب واحنا داخلين بالاتوبيس ودخلنا وصورنا عملنا تقرير بالصور وتقرير مكتوب ومن مكتوب من الاصابه اللي حصلت لهشام من الغرز اللي خدها ده كل ده خده الحكم الرابع والمراقب المباراه، لكن لازم تلعب المباراه. ما ينفعش ان انا اقول له لا مش هلعب مثلا او الكلام ده مش مظبوط، لكن اتعمل تقرير وطبعا اتقدم من اداره النادي. هسال حضرتك بعد التقرير عن اغرب موقف حصل لك في افريقيا تجاه او من حكم حضرتك لعبت ضده، لكن نروح لتقرير مع كابتن سمير عثمان ورايه عن تقنيه الفار وتطبيقها في مصر وهنشوف رايه هيقول في ايه ونرجع نكمل معاكم في نمبر 1 مع الكابتن محمد يوسف. نظام او تقنيه الفار المفترض انها تكون في مصر في الملاعب المصريه في الفتره القادمه، شايف التقنيه دي ازاي وشايف دخول الفار في مصر هيقلل من كثير من اخطاء التحكيم؟ برافو عليك يا احمد، برافو عليك. الفي ار هيقلل الاخطاء بس مش هيلغي الاخطاء عشان الناس بس ايه تبقى هاديه وبتسمع، كل الناس مستنيه الفي ار عشان يلغي، مفيش حاجه بتلغي، كان لغى في اوروبا، بس انا بطلب بس هم انت جبت التقنيه مشكورين، بس ادي الفرصه للحكام يا كابتن احمد انهم يتمرنوا، الحكام مش هيستحمل، الجمهور مش هيستحمل تبقى فيه اخطاء مع وجود الفي ار برغم ان هيبقى فيه، انا عاوز اقول لك بس ان الاتحاد الدولي لما بيجي بيطبق تقنيه الفي ار بيدوا لهم كورس 6 اشهر و7 اشهر، احنا مختزلين الموضوع في 28 يوم، صعب قوي، يا ريت ما نظلمش الحكم، يا ريت ما تظلمش الحكم. انا كنت اسالك الوقت كافي لتطبيق النظام مع حكامنا في مصر؟ انا بقول لك الاتحاد الدولي عامل كورس 6 اشهر، انت بتطبقها في 28 يوم. اتمنى انه يبقى كافي. بس خلي بالك كافي، انت لازم تلعب مباريات كتيره، لازم تلعب مباريات كتيره يا احمد، مش عاوزك تعمل زي الحكم الخامس، انت جبت الحكم الخامس ونزلته في الملعب من غير تدريب، لا خلي الحكام. انجلترا يا احمد لعبت 6 اشهر اوف لاين. انجلترا 6 اشهر اوف لاين، سوري الموسم اللي فات كله اوف لاين وبعد كده عملوا لايف. ان شاء الله تنجح يا رب، والناس المسؤوله اكيد عارفين اكتر مني وشايفين افضل يعني. لسه التحكيم المصري في ازمه في ظل الانتقادات اللي بنشوفها، ولا بعد الاحداث اللي بنشوفها سواء في الدوريات الاوروبيه او الدوريات العالميه ان الموضوع بقى متعود او سهل، ان الاخطاء جزء من متعه الكره؟ الاخطاء هتستمر على طول حتى لو جبنا 100 في ار، دي من متعه على فكره انك تبقى في خطا، يمكن هتتفق. انا بتفرج على دوريات اوروبا بتبقى في اخطاء وخلاص، دي كوره على فكره، لان ما زال برضه العنصر البشري حتى ما يبقى في في ار هيبقى في برضه العنصر البشري موجود فيها يعني.
اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن يوسف، اكيد اتعرضت لمواقف كتيره في افريقيا ضد حكام، لكن حضرتك في الفصل قلت لي ان الفار مهم جدا انه يطبق. انا شايف عمر في افريقيا مهم، يعني مهم. انا لعبت دوري ابطال اسيا، لعبت دوري ابطال اسيا مع نادي الشرطه العراقي، وشفت الحكام وشفت النظام هناك، ونظام يعني البروتوكول اللي بيتلعب بيه الماتشات في دوري ابطال اسيا اعلى كتير قوي من افريقيا. خلينا نتكلم بامانه، يعني هل الامكانيات اللي موجوده في اسيا عشان كده هم اعلى مننا؟ امكانيات اعلى، الحكام، مستوى الحكام، كمان ما عندهمش ملاعب وحشه يا كابتن، ما عندهمش ماتش ممكن يكون بدون جمهور، مفيش فريق. وبعدين لا تشعر كمان لا، يعني عندهم امكانيات اعلى ومعدل الاخطاء اقل بكتير قوي من افريقيا. انا شايف الفار مهم جدا في افريقيا. الظروف اللي احنا بنمر بيها كقاره افريقيا لسه محتاجين ان يبقى فيه فار. الاتحاد الافريقي محتاجين ان يبقى فيه فار عشان نقدر نقلل الاخطاء ونتحكم في الاخطاء اللي بتحصل. لان انت النهارده وارد جدا لما يجي حكم يغلط اهو شافها كده او خد قرار، اصل هو بياخد قرار في جزء من الثانيه، لكن انت الفار لا، انت هترجع الكوره وهتشوفها كويس قوي. والفار على فكره مش كل كوره هنقعد نعيدها. الفار في نقاط معينه، نقاط رئيسيه او اخطاء رئيسيه بيرجع لها وبيبص عليها. يعني الحاجات اللي بتنتج عن ضربات جزاء، اللي بتنتج عنها اهداف، الحاجات دي كلها، ودي مهمه جدا لان هي دي اللي بتتحكم في نتائج مباريات ونتائج فرق. يعني طيب حضرتك كنت موجود مع كارتيرون، وحضرتك يعني قعدت معاه موسم، وبالتالي عارف امكانيات كارتيرون كويس جدا. هل حضرتك كنت تتوقع او شايف ان امكانيات كارتيرون تتناسب مع نادي الزمالك، ولا بالنسبه لك الموضوع راجل درى في مصر قبل كده وكان موجود في دجله، وبالتالي بالنسبه لكل الانديه المصريه بالنسبه له واحد؟ هو كمدرب اجنبي مش فارق معاه، يعني هو درب دجله وبعد كده النادي الاهلي، احنا تعاقدنا معاه جه دربنا، وبعد كده نادي الزمالك، فهو كمدرب امكانياته تمشي مع الزمالك. لكن انا بص يعني معلش يا عمر، برضو التدريب، انا عايز اتكلم بامانه، التدريب ظروف. ليه؟ انا ممكن كارتيرون ظروفه مع النادي الاهلي ما كانتش مثلا في احسن حاجه، ممكن بس السكواد يا كابتن يعني مع كارتيرون كان يعني لا يعني كان اقل بكتير إيه؟ من دلوقتي. انت مثلا انت النهارده ممكن عندنا مدربين من غير ذكر اسامي اشتغل مع نادي خلاص تمام كويس قوي وعامل نتائج معاه 100 100، خلاص خلص فترته مع النادي ده، لما هو المدرب بتاخده توديه نادي تاني ونادي زي بعض بالظبط، ومنطقه مثلا هنقول ايه اللي هم من سادس لثامن لتاسع، يعني ما بينافس على بطوله ولا بينافس على هبوط، في وسط الجدول. تبص تلاقيه ما وفقش في التجربه الثانيه، طب ايه الفرق؟ وارد جدا واحد بيوفق في تجربه ما بيوفقش في تجربه. كارترون ادى كل الشغل اللي عليه بشكل قوي جدا، واحسن حاجه عنده كان سعيد جدا ان هو متعاقد مع النادي الاهلي. راجل دفع 100,000 دولار عشان شرط جزائي عشان يجي يتعاقد مع النادي الاهلي. بس يا كابتن اخدت بال حضرتك ان الجمهور دايما لما يجي يقارن كارتيرون بلاسارتي بيقول لك ان كارتيرون كان معاه سكواد او كان معاه لعيبه اقل امكانيات من الامكانيات اللي كانت موجوده مع لاسارتي. هو طبعا لما تقارن قبل يناير وعمل. لما تقارن قبل يناير ببعد يناير لا فرق كبير طبعا. هو والا احنا في يناير كابتن خطيب وانا وسيد عبد الحفيظ لما اشتغلنا على اللعيبه اللي تيجي دي مع طبعا اداره التسويق والتعاقدات الكابتن عادل القيعي وامير توفيق، كل المجموعه دي اشتغلوا بصراحه يشكر فيها الكابتن محمود الخطيب طبعا، لانه فعلا بذل مجهود جامد جدا في تخليص حوالي 8 9 لعيبه في حوالي 25 يوم. بتتكلم من اول حمدي فتحي للشحات لمحمود وحيد كله جيرالدو يعني وياسر ابراهيم، انت بتتكلم في 9 لعيبه ولا 8 لعيبه جم في، يعني مش عايز انسى حد يعني، لكن وكمان رمضان برضو طبعا اضافه قويه جدا. فاللي انا عايز اقوله ان ظروف مدرب في مكان ممكن ما ينفعش تقارنها بظروفه في مكان تاني. انا اعتقد كارترون عنده تواصل كويس مع اللعيبه، نفسيا بيتعامل مع اللعيبه بشكل كويس جدا، و يعني ماشي مع نادي الزمالك بشكل كويس يعني. طيب لسه مكملين مع كابتن محمد يوسف، لكن هنروح لفاصل بعديها تقرير مع واحد من حبايب الكابتن محمد يوسف اللي اشتغل معاه لفترات طويله، كابتن طارق سليمان، ونرجع عشان نكمل معاكم الحديث الشيق في نمبر 1. خليكم معانا.
والله يا كابتن يوسف يعني هو فعلا اخ والحمد لله يعني احنا اتعاملنا مع بعض فتره كبيره جدا من ايام منتخب الناشئين ايام المرحوم الكابتن طه بصري وثم كاس عالم واشتغلنا مع بعض كتير يعني من الناس المحترمه جدا جدا كابتن يوسف ومدرب كبير ومدرب له تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي ويكفي ان اخر بطوله افريقيه ابطال الدوري احنا محققينها كنت انا مع كابتن يوسف 2013 كان من افضل بطولات افريقيه كانت صعبه جدا البطوله ديت وعملنا بطوله كويسه قوي زائد كمان كاس السوبر الافريقي برضه مع كابتن محمد يوسف كان بيلعب الصفاقسي في مصر كسبنا 3-2 وحتى الدوري اللي احنا خدناه 2013 الدوري ده اللي هو كان مجموعتين مشارك بيه بشكل كبير جدا كابتن محمد يوسف اكتر من 70-80% من الدوري احنا يعني بعد كده كانت فتحي مبروك هو اللي كمل الدوري برضه وخدنا الدوري معاه انما كابتن يوسف كان بادئ الدوري كله يعني عملنا فكابتن محمد يوسف مدرب كبير ومدرب يعني بحب شغله قوي يعني عن قرب الكلام ده انا يعني اتعاملت معاه بحب شغله قوي بركز في شغله قوي وبحب الجهاز اللي معاه برضه مركز في شغله فبتمنى له التوفيق وبقول له يعني ان شاء الله باذن الله في حاجه ان شاء الله تجيله حاجه كويسه الفتره الجايه ديت انه يستحق يعني يستحق ان يجيله حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله يعني. اهلا بحضراتكم من جديد لسه مكملين مع نجمنا الكابتن محمد يوسف كابتن محمد سؤال كده يعني لازم اساله قبل الوقت ما يجري مننا كابتن محمد يوسف فينه بقى الموسم ده انا عايز بس قبل ما اجاوب على سؤالك اشكر طارق طبعا على تقريره او يعني كلامه الجميل ده طارق كان زميل ملعب اساسا لعبنا مع بعض في الناشئين ومنتخب طبعا. شباب ومنتخب اولمبي وثم بعد ذلك بقى دخل لعب معانا في الاهلي وبعد كده هو راح المقاولون العرب بقى لعب حوالي 11-12 موسم هناك في تألق فيهم وبعد كده اشتغلنا مع بعض بقى من خلال النادي الاهلي يعني ناس من يعني واحد من المدربين المحترمين جدا واحد من الناس المجتهدين اللي يعني خد تدريب حراس المرمى من تحت خالص وطلع بيه واحرز بطولات مع النادي الاهلي في اكتر من جهاز بدءا من الكابتن حسام البدري في 2012 واستمر لغايه يمكن الفتره الاخيره دي مع فايلر لما جاب مدرب حراس مرمى يعني فبشكره وبتمنى له التوفيق واحد من احسن مدربين حراس مرمى اللي في مصر يعني كابتن يوسف بقى فين السنه دي هيعمل ايه كان قدامي اكتر من مشروع كنا يعني داخلين فيه وكده ما حصلش توفيق لكن انا شغال دلوقتي يعني بذاكر شويه وفي نفس الوقت بتابع بطلع طبعا بحلل في احدى القنوات طبعا وفي نفس الوقت كمان جاي لي اكتر من عرض كده ربنا يسهل بس طبعا بنطقي شويه خارجي ولا داخلي لا خارجي فين يا كابتن دول طب ما تقولناش يعني ما تقولناش يعني اسماء انديه في الامارات في العراق برضو اتجاه قوي جدا ان انا اروح تاني وفي الامارات جالي برضو عرض لكن برضو انت بتتكلم في اواخر خلاص احنا بنتكلم في الثلث الاخير من الموسم وهنا مهم جدا ان يبقى في عايز اقول معطيات قويه ان انت تقبل على هذه الخطوه فربنا يسهل ان شاء الله اللي جاي انا شايف ان كل فتره عمر بيبقى ليها مميزاتها يعني انا مش مع المدربين اللي مثلا لما بيبقى مش شغال يبقى خلاص لا الفتره دي فتره كويسه جدا ان انت تذاكر فيها مثلا ان انت تذاكر ان انت تطور ان انت تاخد دورات ان انت تطلع على لان انت لو انت شغال ما بتقدرش تعمل الحاجات دي مفيش مدير فني بيقدر يسيب فرقته مثلا لمده اسبوع او 10 ايام ويطلع مثلا يعمل حضرتك طلعت او طالع دورات مثلاً. تدريبيه ورك شوبس هتطلعها الايام اللي جايه ان شاء الله في مارس طالع ان شاء فين الله فين يا كابتن احتمال كبير جدا يعني برتب على حاجتين واحده حاجه في المانيا وحاجه في امريكا فان شاء الله يعني اللي هرتبط بيها او يعني هرتبها وهتمشي يعني هاخد فيها خطوه ايجابيه لكن انا عامل اتصال بجهتين امريكا رايح دوره او مؤسسه للمدربين المحترفين دي يعني عبر العالم فيها كله كل ناس فيها كل العالم كل المدربين من العالم المانيا معايشه برتب لها فربنا يسهل ان شاء الله اللي فيهم ان شاء الله هقدر اوصل للمراحل النهائيه فيها هطلعها ان شاء الله طيب حضرتك شايف انك كنت يعني او المدربين يا كابتن اللي بيحققوا انجازات في مصر
ممكن ما يكونوش واخدين حقهم قوي في التدريب. يعني حضرتك مدير فني نجحت مع النادي الاهلي وراجل كنت موجود في كل المواقع، مدير فني، مدير كوره، مدرب عام، بسم الله ما شاء الله حضرتك ضربت في كل حته. هل حضرتك يعني شايف انك اتظلمت فعلا في انك مش عارف تلاقي اللي الكابتن يوسف عايزه؟ يعني حضرتك ليه كده؟ لا ما اتظلمتش. متطلبات معينه يعني بعد الاهلي طبيعي جدا حضرتك تكون راجل في التصنيف رقم واحد، تلاقي ان الـ ان الـ ان, الـ إن الانديه بتيجي لك لحد عندك، ما يبقاش الموضوع صعب كده يا كابتن في مصر، الموضوع تحس ان هو محتاج مجهود عشان تمسك فريق. بص يا عمر، انا مش بحاول ان انا افكر بالطريقه دي خالص، انا بفكر بطريقه مختلفه. هي ليها معطيات شويه، يعني لازم يبقى وكلاء اللاعبين ليك علاقه بيهم قويه، بجانب علاقات برضو مع ادارات الانديه بشكل برضو قوي، والحاجتين دول يعني مهمين جدا طبعا، لان بس مش كفاءه بس او ان انت يعني عندك كفاءه انك تقود فريق، يعني فاهم قصدي. انا مش باصصلها كده، انا باصص بطريقه تانية، ان مفيش مانع طبعا ان يبقى علاقتي، انا علاقتي بالوكلاء كلهم علاقه طيبه وعلاقه جيده جدا، وفي نفس الوقت كمان ادارات الانديه اللي الواحد بيعرفها علاقتي بيهم محترمه وكويسه. لكن في جزء تاني مهم جدا، انت النهارده مش موجود، فلازم ان انا اشتغل على نفسي بشكل قوي جدا عشان لما تيجي الفرصه هتيجي، خلي بالك يعني انا متاكد تماما ان شاء الله يعني ان في فرصه هتيجي. مهم جدا مع مجاي الفرصه دي ابقى انا جاهز، صح؟ لان لما الاثنين دول هيتقابلوا مع بعض اكيد هيطلع منتج كويس، او هيطلع انتاج كويس، هيطلع اداء كويس. وان انت تدرس الفرصه اللي يعني مش اي حاجه تيجي. يعني انا جالي انديه لما مشيت من النادي الاهلي، لما جه فايلر ومشيت من النادي الاهلي، جالي ناديين في الدوري الممتاز، بس ما حسيتش قوي ان الخطوات، لا بصرف النظر طبعا لازم احترم الانديه اللي اتكلمت معايا، لكن عايز اقول ايه، ما حسيتش ان ممكن يبقى دي اضافه او ده النادي اللي انا ممكن يعني اقدم كده. المهم جدا ان انت تبقى جاهز على طول، دي حاجه مهمه جدا، ان انا ابقى جاهز ومتحضر عشان لما تيجي الفرصه يبقى الاثنين لما يتقابلوا مع بعض فرصه جات وانت جاهز لها، يبقى دي هتطلع انتاج ان شاء الله وشغل كويس. فانا متفائل. صعبه، ايوه انا عارف ان صعبه، وانت كلامك صح فعلا صعبه، وبتحكم فيها حاجات كتيره جدا، مش عايز اخش في تفاصيل ولا حاجه، بتحكم فيها حاجات كتيره جدا خارج عن الكفاءه وخارج عن السي في بتاعك وخارج عن البطولات اللي انت خدتها قبل كده وعن مقاومتك الشخصيه بره الكلام ده كله، لكن في النهايه اللي كبه ربنا هيحصل، يعني فاهم قصدي؟ اكيد هتبذل مجهود، هتحضر نفسك كويس، هتيجي حاجه، والحاجه دي لما هتيجي هيحصل لك توفيق. ومش عايز اضرب امثله، في مدربين كتير جدا، خلي بالك الكوره عامله كده، في مدربين مدوره طبعا، الكوره مدوره، في مدربين من سنتين ثلاثه كانوا جامدين جدا النهارده ما بيشتغلوش، وفي مدربين من سنتين ثلاثه كانوا بيهبطوا فرق ونزلوا فرق ودلوقتي بيشتغلوا. هي الكوره كده، ان انا في 2013 و14 كنت رقم واحد في مصر، واخد بطوله افريقيا، واخد سوبر افريقيا من الصفاقسي، ونمبر 1 على البرنامج اللي انا فيه بتاعك يا عمر، اسمه جميل جدا على فكره، انا بحييك وبحيي الاسم اللي يعني اللي نقل الاسم نمبر 1، فكنت نمبر 1. النهارده ممكن وارد جدا ان انت تبقى تواجه حاجات يعني، او شويه دي ليها برضو المميزات بتاعتها، ولابد ان انت الحق. بص كره القدم، جوزيه كان مره قال لي كلمه مش هنساها، كره القدم حياه، انت الحياه بتاعتك على مدار سنينك كلها بتبقى عاليه وحلوه وجميله وكلها، اوقات بتمر بفترات واوقات بتمر بفترات، هكذا هي الحياه، تدوق الحلو وتدوق المر عشان يبقى ليها طعم يعني. نروح يلا للتقرير مع الجمهور يا كابتن ونرجع نكمل. اتفضل يا حبيبي. يلا نروح للتقرير مع الجمهور ونرجع نكمل مع الكابتن محمد يوسف. مدرب فاهم ما شاء الله عليه، ومدير فني وخد الفرصه صح، واتمنى ليه التوفيق في اي نادي باذن الله، ومدرب من المدربين الواعدين ان شاء الله، ربنا يكرمه ان شاء الله ويبقى ليه مستقبل اكتر ويرجع تاني النادي الاهلي باذن الله. كابتن محمد يوسف، البطوله الافريقيه الاخيره كانت على ايده،
هو ده الكابتن محمد يوسف. اتمنى اشوف كابتن محمد يوسف الفتره الجايه فرقه قويه ونشوفه كمان مع المنتخبات. هو بالنسبه للنادي الاهلي يعتبر السند، يعني كل ما بيحتاجوه ما بيتاخرش، حتى لو ما كانش مدير فني بيجي مساعد مدرب او مدرب تمام في اي وقت، بيبقى تحت امر النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف طبعا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر وابن النادي دايما، يعني الحاجه اللي ملفته للنظر مع كابتن محمد يوسف ان انت في اي وقت النادي بيعوزه او بيته بيناديله بيلبي الندى. والله كابتن محمد يوسف يعتبر من المدربين المميزين على المستوى الكره المصريه، واثبت الكلام دوت لما مسك الاهلي كم مره وحصل مع البطوله الافريقيه، ويعني من المدربين المحترمين. شخصيه عظيمه وكان لعيب كوره عظيم وحقق بطولات كتير للنادي الاهلي، ومن المدربين الاكفاء، وكان لعيب اشول معروف واحرز اهداف كتير وهو مساك وباك شمال، ومن اللعيبه اللي لعبت منتخب مصر. مثال مشرف نحتذى به وربنا يوفقه في اللي جاي ان شاء الله. هو مدرب كويس في اي حته يقدر ان شاء الله، يعني يقدر يحط بصمته في اي فرقه يعني يمسكها. كابتن محمد حضرتك كنت مدرب كبير ولاعب كبير وبنوجه لك كل الشكر. كابتن محمد حضرتك كنت لاعب كبير ومدرب كبير وكان بيفهم اللعيبه المصريين اكتر من المدرب الاجنبي. هو طبعا كابتن محمد يوسف ده كابتن محترم جدا ومن الناس الجميله اللي لعبت في الاهلي ولعبت منتخب مصر كمان، وانا على المستوى الشخصي انا بحبه انه واحد محترم جدا، وكنت اتمنى انه يلعب في الزمالك، بس دي يمكن ده اقل حاجه اقولها على الكابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف انا بشكرك، هو مدربين المفضلين بالنسبه لي ومحترمين، واثبت ان المدرب المصري احسن بكتير مع اللاعب المصري من المدرب الاجنبي. وطبعا بتمنى له التوفيق. كابتن محمد يوسف اسم كبير وراجل نجم كبير واحنا بنحبه، وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا وحضرت له ايام كان بيلعب في انبي والاهلي، وراجل نجم مصر كلها ومن افضل المدربين طبعا اللي دربوا وساهموا جامد مع النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف طبعا كان لاعب محترم ومدرب محترم جدا، وانا بحبه قوي عن نفسي وانا اهلاوي وبحبه قوي، وربنا يعني يوفقه ويكمله. الجون ده كده اشرح لنا كده الجون كده وقول لنا ده كان في جلطة سراي وماتش ده اول سنه طلعت من الاهلي فروحت على تركيا على دينيزي سبور، اول سنه احرزت 9 اهداف. بسم الله ما شاء الله. كنت انا وعبد الظاهر السقا، عبد الظاهر كمان عمل موسم جامد جدا بس الطبيعي كابتن انك تشوط ضربات ثابته كانت طبيعي. ما انا هقول لك بقى اللي حصل ايه، اللي حصل ان انا طلعت ان النادي الاهلي يعني كنت بشوط بس بشوط الحاجات البعيده شويه. يعني احرزت هدف في الشمس كسبنا 2-1 بس حاجه زي كده بس من الناحيه الثانيه يعني. من الناحيه اليمين يعني. السنه دي كان المدير الفني بتاعنا اسمه ارسون يانال، ارسون يانال ده شغلني كان ياخدني يشغلني على الفاولات بعد التدريب ما يخلص. كان شايف فيك حاجه كابتن محدش شايفها غيره. ودي بقى عمر يعني دور المدير الفني انه ممكن يكتشف حاجات في اللاعب هو ذات نفسه مش عارفها. فاتح ترم طبعا المدير الفني بتاع جلطة سراي ومسك انتر ومسك منتخب تركيا طبعا. ده مسمينه الامبراطور في تركيا. هو وحش الصراحه. فاحرزت 9 اهداف منهم حوالي ما يقرب يا 4 يا 5 اهداف فاولات، ودي كانت حاجه ما كانتش بتحصل معايا في النادي الاهلي. يعني انا في النادي الاهلي ما احرزتش 9 اهداف في موسم واحد يعني، لكن في موسم واحد في تركيا احرزت 9 اهداف. فدي تبين بس دور المدير الفني، المدير الفني ممكن يطور من اللاعب ويكتشف فيه مناطق هو ما كانش مكتشفها في نفسه. كان بياخدني يدربني على الفاولات، فاصبح الفاولات بتيجي، كان الجمهور ساعتها يعني لما بيجي فاول ولا حاجه كان ينادي يعني يوسف يوسف، ثقه من الجمهور ان يوسف هيعمل حاجه في الفاول ده يعني. طيب دي من الحاجات طبعا من الحاجات الروعه اللي لعبت 3 مواسم في تركيا كانت جميله جدا. كان معانا عبد الظاهر السقا طبعا كان مدافع قوي جدا، كان معانا خالد بدره، خط الدفاع بتاع الفريق بتاعنا كان عرب، كان بدره ويوسف والسقا، كان احمد حسن كمان ديفندر. طب يا كابتن نروح بقى للصندوق الاسود علشان خاطر نشوف الاسرار. جنبك كده في صندوق مستخبى يا كابتن يوسف.
عايزك تطلعه عشان ده بيكون مستخبي محدش بياخد باله. دي فكره مفاجاه. دي مفاجاه جدا يا كابتن. ما اتفقناش احنا على ما اتفقناش. طلع كابتن الصندوق عايز حرك. طب ايه بقى في حاجات جامده ولا ايه؟ شوف يا كابتن بقى حضرتك ونصيبك. افتح كابتن الصندوق. قلب تقليبه. قلب تقليبه. مالي مالي الدنيا ايه؟ واختار لي كده ورقه بس يا كابتن. السؤال لما تقراه قول لي الرقم الاول قبل ما تقول لي السؤال. رقم كام؟ رقم 2. السؤال بيقول اكتشفت مرض مؤمن زكريا بعد رحيل كارتيرون. ايه اللي حصل يا كابتن؟ لا هو اللي حصل مش اكتشفت مرض مؤمن زكريا، اللي حصل اني مؤمن كان بيشتكي من استبعاد كارتيرون ليه. انا طبعا بحكم كنت مدرب عام وقام باعمال مدير كوره كنت مستغرب حاله مؤمن، يعني انا حتى كنت بتكلم معاه اقول له مؤمن انت برضو مش في احسن حالاتك يعني. ويمكن كارتيرون حط ليستة ومؤمن يمكن طلع اتكلم في الموضوع ده اكتر من مره ان في مباراه الترجي كارتيرون خد كل اللعيبه باستثناء مؤمن. حتى لما انا كلمته قلت له يعني خلاص هو فاضل مؤمن. كان عندنا اصابات، كان احمد فتحي مصاب، كان علي معلول مصاب، كان ازارو اتوقف، فقلت له ناخده معانا جانب نفسي وكده. فهو الراجل طبعا مدير فني ويعني الكلمه الاولى والاخيره ليه يعني. فهو فضل قال لي لا انا عايز اطلع بالمجموعه دي بس وكده. المهم يعني فكان بعد ما كارتيرون مشي فانا مسكت، كابتن الخطيب كلمني يعني قال لي محمد امسك وكده تولى المسؤوليه لغايه لما هنشوف ايه الفتره الجايه هنعمل ايه يعني وكده. فتوليت المسؤوليه. اول حاجه عملتها رحت عامل برنامج تدريب المؤمن وكنت سامي قمصان معايا، وكان معايا احمد ايوب. لا سوري مش احمد ايوب، عادل مصطفى. فعملت برنامج وكان حسين عبد الدايم اخصائي الاحمال طبعا. واشتغلنا مع مؤمن لمده 10 ايام قلت استفيد منه. كان كنت انا داخل بعد مباراه الوصل الاماراتي لما خرجنا من البطوله العربيه دخلنا على مباراه الدوري. ترتيبنا في الدوري كان متاخر جدا، استلمت الفرقه كان ترتيبنا تقريبا ال 16 ولا ال 17 حاجه كده. كان عندنا مؤجلات كتيره، يمكن الشهر اللي انا مسكته ده لعبت فيه 8 مباريات 8 مباريات في الدوري يا عمر، واثنين افريقيا الدور ال 32 مع بطل اثيوبيا. عملت برنامج لمؤمن، حاولت ان انا ادخله بشكل او باخر، يمكن دخل تقريبا كل المباريات بشكل متواجد في ال 18، دفعت فيه في مباراه او مباراتين. حاولنا ان احنا يعني نشتغل على الحاله البدنيه بتاعته. ما كناش عارفين ان هو عنده المرض اللي موجود، بس كنا مستغربين الحاله ليه كده يعني، ما كناش عارفين. بعد كده بقى طبعا حصل بقى تطورات في الموضوع ولسارتي وطلع السعوديه ورجع وكده. لكن انا طبعا بتمنى له الشفاء ان شاء الله. مؤمن من اللعيبه الاقوياء جدا، من اللعيبه الهدافين، من اللعيبه اللي يعني اي مدرب يعني يبقى حريص ان هو يكون عنده نوعيه مؤمن. ويمكن انا لما كنت ماسك في 2013 مؤمن كان في امبي وراح الزمالك، احنا اتكلمنا معاه يعني احنا اتكلمنا معاه وكان خلاص وصلنا لنقاط خلاص تقريبا يعني بنفنش الديل. بس هو طبعا كان ليه راي اخر وراح مضى مع الزمالك. وبعد كده حتى يعني بعد ما مضى الزمالك جه النادي الاهلي. لكن هو من اللعيبه اللي بالنسبه لي لعيبه مفضله يعني. نتمنى له الشفاء. انا عرفت ان هو سافر طبعا امبارح راح واشنطن، ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع تاني الملاعب ويبسط جمهوره ويبسط جمهور النادي الاهلي يعني. طيب يا كابتن ناخد اخر سر بقى مع حضرتك علشان نعرف الاسرار مع الكابتن محمد يوسف بتقول ايه. انت جايب حاجات ايه؟ بس قول الرقم يا كابتن ما تنساش عشان بنعرض على الشاشه، عشان بنعرض السر على الشاشه عشان خاطر الناس تعيش معانا الاجواء. نمرة 4 ماشي. السؤال بيقول او السر بيقول حديثك مع سيد عبد الحفيظ بعد الموقف الكوميدي على دكة البدلاء في لقاء جيما الاثيوبي. جيما ابي جفار. ايه اللي حصل؟ قلت لك كابتن سيد. لا ده مع سيد عبد الحفيظ بعد الموقف الكوميدي على دكة البدلاء جيما فين مباراة هنا؟ احنا هنا كسبنا لما اتنين. لما حضرتك جه قعد كده ايوه افتكرت. بص يا سيدي
المباراة دي انا كنت متضايق جدا. انا المباراة دي يمكن لو كاميرا جت رجعت، لو انت عندك المباراة، احنا كسبنا 2 بس الفرقة نكسبها 8 8 9 مريح. انا كنت بلعب بتفرج. انت كنت كان في برج العرب صح، كنا بنغطيها. فانا اتكلمت مع اللعيبة محضرهم قبل المباراة بصرف النظر عن المنافس، احنا عايزين نكسب لان انا هلعب عودة عندهم مسؤولية طبعا، ما دي من ضمن المباراتين بتوع الشهر اللي انا مسكته ده. طلعت عناصر يعني كريم نيدفيد ما كانش بيلعب مع كارترون خالص، بجانب ان انا عايز اوقف صلاح محسن ما كانش بيلعب، بجانب ان انا عايز اوقف عناصر على رجليها وارجعها تاني للفريق وارجعها للجمهور تاني اقدمها بشكل مختلف. مروان محسن برضو ما كانش بيلعب مع كارترون، كان بيعتمد على ازارو على طول. كان في حوالي 5-6 عناصر، وفي نفس الوقت عايز اتاهل من دور 32. عامل ايه بقى كابتن سيد؟ لا سيد بقى ايه، انا سيد عنده عاده لما المدير الفني بيطلع يقف على الخط هو بيروح قاعد مكان المدير الفني. تمام. فالمهم انا ايه، انا راجع بظهري وراجع بظهري يعني مش واخد بالي. فجيت اقعد بقى في لقطه كده اطلعت ان انا سيد يعني. وقاعد سيد مكاني يعني. بس فدي كان حديث طريف يعني. انما سيد من طبعا من الناس الجميله اللي اشتغلوا لعب معايا وطلع معانا في التسعينات وبيحب شغله كويس طبعًا. جدا. وفي نفس الوقت كمان حضرنا مع بعض بقى بطولات، لان هو سيد مسك مدير كوره 2011 وكان مستر مانويل جوزيه، كنت موجود انا في الجهاز مع مستر مانويل جوزيه. دي بدايه سيد في مدير الكوره يعني، استلم من كابتن هادي خشبه. وبقى عشنا مع بعض بقى فترات 2012 مع كابتن حسام، بعد كده توليت انا 2013 و14، وبعد كده مسك هو فتره وساب سنه ورجع لمسك في اوائل الجمعه. فسيد من العناصر الجميله، الناس المميزين اللي بيحبوا النادي الاهلي، وبتمنى له التوفيق يعني. وحضرتك يعني بنحبك جدا وبنقدرك جدا، حضرتك من الشخصيات المحترمه، نتمنى لك التوفيق يا كابتن يوسف. شرفتنا ونورتني واستمتعت جدا جدا بوجود حضرتك معايا. حبيبي يا عمر، ربنا يخليك. انا بتمنى لك التوفيق والنجاح، وبرنامجك الجميل اسمه جميل وانت جميل كمان. ربنا يخليك كابتن يوسف، وان شاء الله يعني مستقبل جميل في الاعلام. ربنا يخليك. وسعيد ان انا كنت معاك النهارده. ربنا يخليك كابتن. ربنا يخليك حبيبي. خلصنا مع حضراتكم حوارنا مع الكابتن محمد يوسف نجم مصر ونجم النادي الاهلي، لسه ما خلصناش. عندنا فقره جاية مهمة جدا، فقرة الصحافة مع 2 من كبار الصحفيين والنقاد الرياضيين، الأستاذ وليد ماهر والأستاذ عمر البنوبي، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. النظرة اختلفت للناشئين وبطولات الناشئين بالحدث الكبير ده والتعاون ما بين زد ونادي الصين. طبعا يعني كله في الاخر بيصب في مصلحة واحدة، يمكن الفرجة على الماتشات دي بقى فيها متعة تانية، مفيش تعصب، تتفرج برضو على اطفال في الاخر يعني. ماتشات الاهلي والزمالك حتى بتبقى بهدوء، طبعا عايز الاهلي يكسب وكل حاجة، بس انت في الاخر الدنيا بسيطة وجميلة، ده كسب ده كسب تمام. بس النهارده بسطت قوي يعني. عايز اسألك على حبك للاهلي بقى وعلاقتك بالنادي الاهلي، عارف ان انتوا ابناء النادي الاهلي وانتوا صغيرين وارتباطكم ارتباط عائلي وارتباط وثيق، لكن حبك للاهلي بقى يعني كلمنا عن حبك للنادي الاهلي يعني عشقك الكبير للنادي الاهلي. انا مولود يعني في النادي الاهلي، عيلتي وانا في الاخر في ممثلين وشخصيات عامة يعني بيخافوا يقولوا اهلاوية ولا زملكاوية، انا بشوف ان ده مش عيب، ده حقي يعني. في الاخر دي متعه من متع الحياه ان انت تبقى اهلاوي او زملكاوي، مش معنى ان انا ممثل هخبيها عشان الناس ما تزعلش مني، لا خالص يعني. انا اهلاوي اهلاوي جدا، وفي ممثلين زملكاويه جدا، وان شاء الله اللي جاي شهر فبراير ده يبقى خير للنادي الاهلي ان شاء الله. الاربع ماتشات كيف مشارك بقى وانت القرعه بتتسحب وصن داونز؟ ده بالعكس والله العظيم، انا كان نفسي من الاول نوع مع صن داونز عشان الكلام الكتير فكان الماتش السنه اللي فاتت ليه ظروف معينه، وان شاء الله السنه دي هنعدي وهنوصل وان شاء الله هناخد البطوله السنه دي. واثق في لعيبه الاهلي، واثق في الجيل ده، رغم الناس بتقول لك لا ده خبرات قليله، ما عندهمش يعني ان هم بيلعبوا تحت ضغط جماهير او ضغط مباريات حساسه، رايك ايه في الكلام ده؟ واثق، واثق جدا كمان، واثق جدا. واللي مخليني واثق مش الاداء بس، ان الفكره انت بدات توصل لمرحله انت كويس او وحش بتكسب، دي لوحدها بتبقى مطمناك. بستنى يعني، مستني واتمنى ان رمضان يرجع بسرعه، هيفرق كتير برضه. رمضان جدا اهم يعني، هو انا رايي ان هو الاهم دلوقتي رمضان. ترجي الزمالك توقعاتك الصراحه؟ بص انا اقول لك حاجه قلتها قبل كده، مفيش اهلاوي عايز الزمالك يكسب في افريقيا، ولا في زملكاوي عايز الاهلي يكسب في افريقيا. اي حد بيقول غير كده بيمثل، مفيش الكلام ده اصلا خالص. الكلام ده لو انت بتتكلم على منتخب مصر،
ويمكن ميدو قال الكلام ده قبل كده وانا يعني بدعم الكلام ده جدا، لكن انا شايف فرص الزمالك بالفوز بالسوبر الافريقي اكبر من ان هو يعدي دور الثمانيه، لان هو ماتش واحد ممكن بخبرات لعيبه الزمالك يحسموا الماتش اللي هو فيه 90 دقيقه. الماتش رايح جاي هيكون صعب عليهم قوي بتاع الترجي. يعني رايك في الاهلي مع فايلر، شايف ان في تطور، الشكل اختلف؟ اه طبعا، احنا بقالنا كتير قوي بنعوك من الاخر، يعني الراجل ده اول حد يعني يحط لك، يعني انت عارف اوله من اخره، يعني الدنيا ليها شكل. لا مع لاسارتي لا طبعا كانت باينه من الاول، وانا من الناس اللي اتبسطت بخسارتنا من في الكاس من بيراميدز، لان الراجل لو كان كسب كان هيكمل. لكن انا شايف لا مع فايلر الدنيا مختلفه. اسالك على لعيبه الاهلي دلوقتي، مين لفت نظرك وشايف ان المجموعه دي قادره ان هي تحقق طموح واحلام جميله للفتره الجايه؟ اليو ديانج عجبني جدا، كان قبليه حمدي قبل ما الاصابه، السليه برضو عالي جدا، بحب محمد هاني وانا لا في لعيبه كتير، حسين على فترات، قفشه على فترات، لا يعني في لعيبه كتير يعني. بس انا بقول لك انا كشخصيه النادي الاهلي محتاجين رجوع عمر رمضان بسرعه. يعني اسالك على الشناوي وتالقه، شايف ان هو حصن امان للنادي الاهلي محمد الشناوي وتالقه؟ خلاص هو الشناوي ركب في حته تانية يعني، خلاص لان يعني هو خلاص استوى ولسه قدامه شويه كمان، بس هو خلاص. انت شايف ماتش بيراميدز الشناوي كان عامل ازاي يعني؟ لا انا شايف الشناوي عمال بيعلى وهو جون مصر يعني. خلاص توقعاتك لمباراه السوبر الاهلي والزمالك وامنياتك طبعا الاهلي يكسب، لكن توقعاتك ماتش السوبر مش سهل طبعا، بس انا لا شايف ان انا شايف ان السنه دي مش عايز ابقى مبالغ، بس انا شايف ان دوري وكاس وسوبر وافريقيا بتوعنا ان شاء الله. الفنانين بداوا يظهروا، بنشوفهم كتير في الساحه الرياضيه وفي الايفنتات الرياضيه. عايز اسالك بقى على وجود محمد رمضان نمبر 1 في حفل ذا بيست الافضل في حفل الكاف، ووجوده اللي هو كان مدعو بصفه رسميه من الكاف. والله ما شفتهاش، بس هي حاجه حلوه يعني. انت في الاخر احنا كممثلين بنبقى حابين دايما الكوره، مفيش حد ما بيحبش كوره في الاخر. في ناس زي ما بقول لك بيخافوا يعلنوا عن انتماءاتهم، بس انا شايف ان الناس بقى يعني الجمهور بقى اعقل من كده بكتير، يعني ان هو يحب فهمي او يكرهه عشان هو اهلاوي ولا زملكاوي. انا من حقي ان انا ابقى اهلاوي واعلن عن ده وانبسط واغيظ اصحابي الزملكاويه ونهزر مع بعض عادي. اكرم حسني ضاف لك ايه في حياتك؟ انا عارف ان اكرم بقى التميمه بتاع احمد فهمي دلوقتي. يعني هو اكتر واحد صعب يا اخويا، يعني حتى احنا بنتلكك عشان نشتغل مع بعض، فرمضان الجاي ان شاء الله هنكون مع بعض. حتى في الفيلم اللي بعمله دايما ما هو معايا ضيف شرف، وانا هروح له ضيف شرف في فيلمه. لا اكرم يعني بره الشغل هو يعني اخويا. نسيت واحد ضيف شرف يعني ما بيشتغل، واحد ما بيشتغلش بقاله تقريبا اسبوعين وما جبتوش ضيف شرف في الفيلم. بيومه فؤاد هو بيومه فؤاد ده اللي شغلنا معاه. بيومه فؤاد هو سايب حاجه. بيومه فؤاد انا خايف الاقيه هنا والله خايف الاقيه بيلعب مع الناشئين هنا. حلوه بيومه فؤاد. ايوه طبعا. ده الشهبندر ده الكبير يعني. هو اهلاوي ولا زملكاوي؟ طيب اهلاوي، اهلاوي جدا كمان، اهلاوي غلس يعني. لو حبيت تقول رساله بقى للجمهور الاهلي تطمنه مع الفرقه، وخاصه انت متابع كوره ومع قريب من اللعيبه، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان شاء الله شهر فبراير ده هيكون شهر النادي الاهلي باذن الله. بيسموها الأميرة الإفريقية، ومعروف دايما إن الأميرات مهرهم غالي. المشوار دايما لقلوبهم بيكون محتاج فارس شجاع يقدر يتغلب على كل المنافسين اللي نفسهم يفوزوا بالأميرة. دوري أبطال إفريقيا هو الأميرة، والفرسان الشجعان هم 8 أندية بيحاولوا يوصلوا للقب الغالي اللي السنة دي هيكون مختلف عن كل السنين اللي فاتت، علشان كل الأندية المتواجدة قدرت تفوز بالبطولة قبل كده، وكل واحد منهم أكيد نفسه يتذوق طعم الانتصار بالأميرة مرة تانية. التنافس على الأميرة هيكون صعب جداً
السنة دي علشان القرعة أوقعت الفرق كلها في منافسات صعبة، والمرور منها للمرحلة اللي بعدها مش سهلة أبداً. الأهلي مثلاً صاحب الرقم القياسي في التتويج بثمان مرات هيقابل سان داونز بطل جنوب أفريقيا في تكرار لمواجهتي النسخة الماضية، واللي شهدت أكبر خسارة في تاريخ المارد الأحمر بعد سقوطه في جوهانسبرغ بخمسة أهداف دون رد. كمان الزمالك واللي فاز بالبطولة ست مرات هيقابل الترجي التونسي حامل اللقب في آخر مرتين، واللي أكيد نفسه يفوز للمرة الثالثة على التوالي. الوداد المغربي واللي خسر اللقب في سيناريو درامي النسخة الأخيرة هيقابل النجم الساحلي التونسي واللي بيسعى للعودة إلى منصات التتويج القارية، والرجاء المغربي هيلعب مازامبي الكونغولي، والفريقين نفسهم يفوزوا باللقب بكل تأكيد. على مستوى البطولة الكونفدرالية بقى، واللي مصر حمل لقبها عن طريق الزمالك اللي قدر يفوز بالبطولة السنة اللي فاتت، هنلاقي المصري وبيراميدز كل منهما بيحاول يحافظ على مصرية اللقب. المصري هيقابل نهضة بركان المغربي واللي خسر أمام الزمالك في نهائي البطولة الماضية، وبيراميدز اللي بيشارك في البطولات القارية لأول مرة في تاريخه هيلاعب بطل زامبيا زاناكو. وباقي المواجهات هتجمع بين أنامبيا النيجيري وحوري كوناكري الغيني والنصر الليبي وحسنية أكادير المغربي. اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنروح مع فقرة النقاد الرياضيين الصحفيين عشان نتكلم في ملفات كتيرة جدا. عندنا مباراة يوم الجمعة الترجي والزمالك، كمان عندنا سوبر مصري ما بين الاهلي والزمالك. ارحب الاول بضيوفي الكابتن عشان ما يزعلش من الكابتن وليد ماهر، برحب بحضرتك. ما زعلش، اهلا بيك عمر. برحب بيك وبرحب بعمر البنوبي الزميل العزيز، وببارك لك واتمنى لك يا رب يعني سنة سعيدة كده عليك ان شاء الله. كابتن ربنا يخليك. الاستاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي والصحفي اللي هيكون معانا برأيه المتميزة، وبنبارك له على الكتاب اللي اصدره عن المحترفين المصريين اللي اكيد طبعا يعني اخذ فيه وقت كبير جدا ومجهود جبار. طبعا ببارك له وبقول لك الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا عمر، انا بشكرك طبعا على المقدمة الجميلة دي، وبتمنى لك التوفيق وكل فريق عمل البرنامج الحقيقة حاجة مميزة محترمة. ربنا يخليك. كابتن وليد، ماتش يوم الجمعة، ماتش يوم الجمعة الزمالك والترجي، بعد كده الزمالك عنده مباراة مع النادي الأهلي. ليه الزمالك أو إيه اللي حصل خلى الزمالك أولا يعني يعلن القائمة بدري؟ ليه الزمالك أعلن القائمة 18 لاعب بدري؟ هل حضرتك شايف إن الزمالك كان ممكن يصبر شوية؟ في نفس الوقت الزمالك ليه ما راحش من قطر على الإمارات؟ علشان يعني أمور حضرتك أكيد يعني عارفها ومتابعها وتقولي على كواليسها. طيب نتكلم الأول في إعلان القائمة. تمام. أنا أعلنت القائمة. أنا يعني الغريب إن الزمالك عنده الفرصة إن هو يدي فرصة للعيبة ويدي فرصة لكل الناس وحتى الترجي التونسي إن هو إن إحنا لحد يوم المباراة أنت عندك الفرصة، إن مفيش حاجة في اللائحة بتاعت السوبر بتقول إن الزمالك لازم يبعت قائمة ال 18 لعيب، مفيش حاجة بتقول كده خالص. طب أنا ليه قبل الماتش ب 72 ساعة أعلن القائمة؟ طب ما تسيب القائمة، تسيب الناس، سيب المنافسة بين اللعيبة، سيب لو حد تعور لا قدر الله، سيب ليه أعلنها؟ ليه أسبب إحباط للعيبة اللي بتتمرن في الملعب حاليا إن هم بره قائمة السوبر؟ ليه؟ حاجة مش مفهومة تماما، أنا مش قادر أستوعب. مفيش حاجة بتقول، عشان بس ما حدش يطلع يتكلم في النقطة دي بالتحديد، مفيش أي حاجة بتقول إن الزمالك كان لازم يبعت القائمة بال 18 لعيب. مش موجودة أصلا في لائحة السوبر. طب أنا ليه أخسر معنويات لعيبة ومعنويات فرقة؟ انت لما انت عارف اكيد يا عمر ان يعني دايما الاستبعاد قبل الماتش بيوم ماشي، اللعيبه بيحس مين اللي بره ومين اللي موجود مين او قبل الماتش بيومين مثلا. طب انا ليه النهارده الثلاث والماتش الجمعه ليه اعلن القائمه يوم الثلاث؟ حاجه مش مفهومه تماما وحاجه صعبه، يعني هتاثر على معنويات الفرقه قبل السوبر. اما بالنسبه للسفر فيعني حاجه غريبه وعجيبه. انت عندك فرصه انك تطلع من قطر تطلع الامارات مباشره. ايه اللي رجعني القاهره تاني؟ الماتش 14 هتسافر 15 مباشره على الامارات على ممكن أبو يكون ممكن يكون تنسيق ما بين الشركه الراعيه او الاتحاد المصري لكره القدم وبين نادي الزمالك مثلا. ما هو التنسيق يعني اللي حصل واللي انا عارفه متاكد منه زي ما بكلمك كده ان التنسيق حصل ان كان في اتصال بالزمالك عشان
يقولوا لهم انتوا عايزين تسافروا بعد الماتش على الامارات ولا على القاهره؟ فقال لهم محدش رد. مره الثانيه الزمالك رد. رد قال خلاص هنطلع الامارات. قال لهم لا خلاص الموضوع خلص. احنا الحجز تم خلاص. انت 14 تلعب، 15 ترجع القاهره، 16 تتدرب، 17 تسافر. طب ما انت تدي فرصه للعيبه يبقى في ريكفري وفي استشفاء وتريح الناس وسفر وترانزيت. ممكن الكابتن يكونوا قالوا ان بما ان مفيش طيران مباشر للامارات فهي هي، فنرجع على مصر من مصر نطلع الامارات دايركت. طب الاريح، الاريح ايه؟ الاريح للعيبه ايه؟ في هم يفروا يوم يعني فتره حتى لو يوم ونص ولا حاجه عشان ريكفري وعشان خاطر السفر والشنط. بالظبط يعني حاجه يعني مش محتاجه ان الواحد يعني محتاج بس ايه تفكير وتفكير قبلها بفتره يعني نقعد نتكلم مع مدير فني مع المشرف اللي مع كوره ايه افضل ايه، مش نقعد نستنى لحد اخر لحظه ونعمل حاجه هتوفر الفرقه مجهود كبير جدا عليهم وبعد كده حاجه مش مفهومه بالنسبه لي على الاطلاق زي القايمه كده بالظبط. عمر كتابك يعني عايز اعرف الفكره ازاي قدرت تجمع القدر الكبير جدا من المحترفين المصريين وكتبت عنهم اسرار وكتبت عنهم تاريخ ما اعتقدش ان هم اصلا كانوا مصدقين اللي كان مكتوب جوه الكتاب واكيد سالوك انت جبت الاخبار كلها والاسرار دي كلها منين، كمان اتواصلت مع شخصيات كبيره جدا ولعيبه سواء مدربين او نجوم موجوده في اوروبا علشان تسالهم ويقولوا رايهم في اللعيبه المصريه اللي كانت موجوده محترفه بره مصر، احكي لي بقى كده الكواليس وبدات ازاي؟ لا الموضوع فكره الكتاب بدات قبل 8 سنين كمان من 2012، فكره تاريخ المحترفين المصريين في اوروبا كان ماشي ازاي؟ بدات امتى؟ مين اول لعيب؟ الحاجات دي كلها. ممكن تقول وانت بتتكلم تقول لي يعني طبعا في اكتشاف كده في البدايه انه كان في لعيب مصري جول كيبر اسمه بكير، ده كان رايح يدرس صيدله في سويسرا ولعب في نادي لوزان من سنه 1906 قبل حتى حسين حجازي ما ظهر بعد كده في انجلترا. ده طبعا سافر من زمان يا عمر يعني 1906 الفكره نفسها احنا بنتكلم في انه كان في وثائق في الصحافه السويسريه عن لعيب مصري لعب موسمين. اتواصلت مع حد طيب؟ مع نادي لوزان طبعا سالنا كان في لعيب موجود مصري في الوقت ده، لكن في النهايه طبعا في الوقت ده ما كانش في حتى بطبيعه الشعب السويسري مش مهتم بتوثيق كره القدم قوي، برضو نوعيه الحياه هناك واللي هم مش مهتمين بالكوره. مثلا حارس مرمى موجود وبالتالي زي ما انت بتتواصل مع معظم الناس اللي موجوده. لا احنا تواصلنا مع الجيل مع الجيل هو كان مواليد كام تقريبا؟ مواليد لعب 1906 معناه انه كان مواليد 1800 وشويه يعني. فطبعا ده خلاص ده سافر من احنا جبنا التاريخ في 100 سنه في 100 سنه. بعد كده في 1911 حسين حجازي يمكن جمعت وثائق عنه، سكواد لماتش كان موجود فيه مع فولم، لعب ماتش وحيد مع فولم في الدوري يوم 11/11 سنه 1911 سجل هدف وصنع هدف، ودي كانت النقطه اللي بدا فيها فكره احتراف اللعيبه المصريين في اوروبا في الدوريات بشكل رسمي. بعد كده في بقى مجموعه من اللاعبين من بعد الاولمبياد يعني مثلا في توفيق عبد الله سنه 1920 احترف في ديربي كاونتي، بعد كده جه جيل كاس العالم 34 اسماعيل رأفت احترف في فرنسا في سوشو، كان في برضو في انور جميعي، كان في بعد كده في نفس الجيل بتاع كاس العالم 34 كان في مصطفى كامل منصور طبعا الحارس الاسطوري كان موجود في كوينز بارك، كابتن محمد لطيف طبعا احترف في سلتك في رينجرز الاسكتلندي. مين اللعيب وانت بتكتب عنه كده كنت مستمتع كده بالمعلومات كنت متمزج من الاخر؟ لا كتير يعني برضو كل لعيب وتجربته في اوروبا له خصوصيه، يعني لو اتكلمنا مثلا كابتن صالح سليم التجربه نفسها كانت غريبه جدا انه لعيب مصري بيحترف في اوروبا في الدوري النمساوي بعد سن ال 30 تخطى سن ال 30 وبيحترف وبيصنع الفارق مع فريقه، فكره انه ياخد فريق من مؤخره الجدول لانه يبقى في السته الاوائل فريق جرادس النمساوي، طبعا دي كانت قصه لها كواليسها، ورجوعه بعد كده ما كملش الموسم اللي بعده جاله عروض في ايطاليا لكن رفض وكمل ورجع النادي الاهلي. بعد كده طبعا في القصه الغريبه ليوسف رادي لعيب مصري خرج من مصر ما لعبش في انديه في مصر لكن هو خرج من مصر لسويسرا انه لعب في اليويفا كاب سنه 81. ليه معظم اللعيبه المصريه بيروحوا سويسرا؟ يعني انا انت كل كلامك سويسرا سويسرا. هي بدات فعلا يعني اول لعيب كان في سويسرا يمكن كمان يوسف رادي دي بالصدفه لان والدته ايرلنديه ووالده مصري، بس ده لعيب له خصوصيه انه ما لعبش منتخب مصر خالص لكن واخد بطولات مع سيرفيت السويسري مع يونج بويز، لعب بيويفا كاب قدام سوشول فرنسي قدام بوردو سوري، وفي نفس الوقت ما لعبش منتخب. يعني لو بصيت على التشكيل بتاع سيرفيت في الوقت اللي كان موجود فيه يوسف راديو كان يعني جناح ايمن في الملعب،
كان بيلعب جنبه ألان جيجر كابتن منتخب سويسرا اللي جه ضرب المصري البورسعيدي بعد كده في 2010، كان بيلعب جنبه لوسيان فافر اللي ضرب دورتموند برضه، كانوا جيل قوي جدا وقدر انه ياخد بطولات، خد الدوري السويسري خد الكاس، لكن ده ما لعبش منتخب مصر تمام. في بعد كده بقى اللي هو العصر الحديث بتاعنا اللعيبه اللي موجودين كمان على قيد الحياه بقى، من اول كابتن مجدي عبد الغني ثم كابتن مجدي طوبه، حلو اللي موجودين على قيد الحياه. طبعا احنا خلاص خلصنا الجزء الارشيفي ده. الجزء بقى اللي كان فيه حوار مباشر، اعتمدت في الكتاب على الحوار المباشر مع اللعيبه نفسه، يعني تعبوك جدا في لا لا في ناس تعبتني جدا يا كابتن حسام حسن، ان انا اوصل له علشان يتكلم عن فتره باوك ونيوشاتل كانت صعبه جدا. وصلت له؟ وصلت لكابتن حسام بصعوبه جدا طبعا. كابتن ابراهيم اسهل شويه، وكابتن ابراهيم لما بيتكلم بيحكي كل حاجه. كابتن مجدي طلبه طبعا لا يعني انا بعتز بيه جدا، حكى لي برده حاجات كتير جدا عن فتره باوك، فتره انارسوس فاماجوستا واخد الدوري كمان في ليفاسكي صوفيا في بلغاريا واخد الدوري، واخد اللي تعبوه يا عمر، تعبوه عمر جدا اللي عايشين الراحلين محدش تعبوه يعني برده مظهر عبد الرحمن كمان الوصول له كان صعب بالمناسبه يعني فتره موناكو، وازاي اصلا يخرج دايركت من مصر على موناكو الفرنسي في جيل وصل فاينل دوري ابطال اوروبا في السنه اللي بعدها بعد ما وصل الفريق طبعا، ده كان صعب. برده في بعض اللاعبين كمان لو اتكلمنا كابتن حازم امام فتره اودينيزي، فتره ديجرا في سخاب الهولندي كمان برده كان فيها كلام كتير، حتى لما راح اتكرم السنه اللي فاتت في نهايه السنه في ديسمبر. انت مظبط الموضوع هو كابتن يعني. حازم بس انت اللي خليته يتواصل صديق. او انت هو ما كانش فاكر بالظبط، هو يعني كان بيقول لي تفتكر بعد 20 سنه الناس هناك مهتم قوي، لكن الحقيقه لما راح لقى المنظر كان اسطوري، الملعب متقفل جماهير في مباراه رسميه، بينزل كابتن حازم جنبك والكابتن الياباني كابتن الياباني ده برضه قصة لوحده يعني، ده مش ممكن ده يعني. فهي الفكرة كلها انه في لعيبة حكت تفاصيل كتير، لكن كمان فكرة الوصول انك توصل لمدربينهم منهم برضو موجودين مثلا التوأم حسن في نيوشاتل، فكرة انه كابتن ابراهيم حسن بيجيب جول في ريال مدريد في اليويفا كاب، وكابتن حسام بيجيب سوبر هاتريك في سيلتك في نفس البطولة. اتكلم روي هودجسون تسأله عن حسام حسن يتكلم عنه بشكل قوي جدا، ويقول انه يعني لو بيدرب بنفس الشغف اللي كان بينزل بيه هو التمرين وهو لعيب الوضع يبقى مختلف تماما، يعني بيقول لي هينجح وهيكسب احترام لعيبته كمان. برضو فرانسيسكو بويو حارس مرمى ريال مدريد الاسطوري، اكتر من 300 ماتش حارس مرمى لريال مدريد، وانه ازاي كابتن ابراهيم حسن حط فيه جول يكسب بيه نيوشاتل في بطوله اوروبا. وصلت لكل الناس يا عمر. اخذ وقت طبعا يعني على مدار الثمان سنين في على مدار كمان شغلي في مؤسسات صحفيه مختلفه واخرهم ضابط اخبار اليوم مؤسسه اخبار اليوم. فكره استعراض تاريخ المحترفين ده كان مهم، لانه برضو التاريخ ده كان مهمل لفتره طويله جدا، مفيش حتى مؤسسه فكرت انها توثق ده، لكن الكتاب جه انا راضي عن التجربه نفسها وبالنسبه لي كانت حاجه مميزه. طيب كابتن وليد، فكره تنسيق الاعلامي لماتشات الدوري الممتاز شايفها ازاي؟ والله يعني هي مش اختراع، يعني هو المفروض ان الكلام ده اكيد بالتاكيد. عمر عارف المعلومه دي، ويعني الناس اللي بتشوفها في كل حته في العالم، ده في الانديه كلها، الانديه والدوريات من فترات من 12 و13 سنه. احنا كنا بنطلع كابتن وليد لوحدنا كده من غير منسق، الصحفيين موجودين والمدرب بيبقى قاعد اسال جاوب بس كده، مفيش منسق. هو بس انا عايز ادي فكره برضو، هو القصه المنسق الاعلامي هي موجوده في الانديه وموجوده في المنتخبات في الاثنين، وموجوده طبعا في اتحاد الكوره، اتحادات الكوره. اللي هي الهدف من القصه اصلا هو في طبعا في منسق الاعلامي وفي المنسق العام، والاثنين بيشتغلوا يعني تيم مع بعض، يعني فريق عمل مع بعض. طبعا الفكره دي كانت موجوده، احنا انا كنت موجود في اللجنه العامه في كاس الامم الافريقيه تحت 23، وطبعا شفت المنسق العام بيعمل ايه، وانا طبعا كنت اول مره اشتغل في المنطقه دي. يعني هي القصه كلها هدفها في الدوري المصري حاليا انها بترفع من قيمه الدوري، دي نمره واحد. النمره اثنين بتسهل عمل الصحفيين والاعلاميين اثناء المباراه وقبل المباراه. انت عارف دايما بيحصل مشاكل كتير جدا للصحفيين في المباريات، دخول تشكيل المباراه، بعد الماتش لقاءات مع اللعيبه او اي تصريحات من اللعيبه، المؤتمر الصحفي احيانا بيبقى فيه مشاكل. فاحنا هدفنا طبعا انا ما بشتغلش لوحدي، انا بشتغل فريق عمل محترم كامل تم اختياره بواسطه مدير الاعلام في اتحاد الكوره الاستاذ اسامه اسماعيل. واتمنى ان
يعني التجربه يعني تنجح في خلال الفتره الجايه بمساعده زمايلنا من الصحفيين والاعلاميين. بالظبط، كنت لسه اقول لحضرتك بمساعدتهم. بالظبط، عشان الناس محتاجه تفرق ما بين الصحوبيه وبين الشغل، عشان حضرتك عارف ان ده ممكن يحصل طبعا. بالتاكيد هو يعني احنا بنتعامل مع الجميع كلنا باحترام، بس طبعا في تعليمات وفي واجبات لازم يبقى عارفها الصحفي ما يتعدهاش عشان شكل المنتج اللي احنا كلنا بنشتغل عليه. صح، احنا بنشتغل عايزين نعلي من قيمه المنتج، هو ده الهدف. فانت بتعلي ان يبقى في نظام، في جو، يعني تحس ان الدنيا مرتبه وكل واحد عارف دوره بيعمل ايه. لكن احنا كنا عايشين، انت عارف يا عمر طبعا اكيد شفت الكلام ده، وانا شفته وانا في المراحل السابقه. يعني اي حد بيعمل اي حاجه، المؤتمر الصحفي تلاقي واحد دخل والمؤتمر على الهواء وفتح الباب ودخل، وتلاقي تليفونات شغاله، وتلاقي واحد قايم قدام كاميرا على الهواء، وتلاقي واحد بيتكلم في التليفون، وواحد تليفونه عامل رنه مهرجانات. يعني حاجه صعبه جدا. هي القصه يعني تنظيميه اكتر، ويا رب التجربه تنجح ان شاء الله، ويعني المجال مفتوح للجميع ان هو يبقى موجود في المكان ده، وخصوصا كمان في الانديه، ان الانديه محتاجه نفس المكان. بس انا كابتن متاكد ان الكوادر المحترمه اللي زي حضرتك وزي عمر والشباب اللي موجودين، طالما هم موجودين وقائمين على العمل وعلى المنظومه زي ما حضرتك قلت، ان هم ان احنا بنساعد بعض وبنحاول نسوق المنتج ونحاول نشتغل عليه، اعتقد ان هو هينجح 100%. انا واثق من كده يعني. فانا بتمنى لك طبعا التوفيق، عشان خاطر انا عارف انك هتعاني، بس في الاخر هتوصلوا ان شاء الله لحاجه محترمه يعني ان شاء الله. بالتاكيد ان شاء الله يعني التجربه تبقى في افضل شكل ليها. احنا يعني بادئين من 1-2 لحد نهايه الموسم، طبعا ماتشات الدوري والكاس، وان شاء الله يعني يبقى الشكل افضل ان شاء الله. يا كابتن وليد عمر، نرجع للكتاب تاني سريعا، عشان انا بس في سؤال كده ممكن حابب اساله لك. القصص الغريبه، القصص اللي هي المثيره اللي ممكن تحكيها لنا، من حيث طبعا وانت بتتكلم عن نجم او بتتكلم مع نجم، كان في احداث شيقه جدا ممكن تقولها لنا احنا ما نعرفهاش. يعني احنا نعرف ان كابتن حسام ابراهيم احترف، وكابتن هاني رمزي، كابتن حازم امام، لكن ممكن يكون في مواقف موجوده في الكتاب كواليس احنا ما نعرفهاش. ايه ابرز المواقف اللي ممكن تقولها لي؟ يعني في اكتر من حاجه، بس يعني برضو ممكن كابتن حسام غالي في مشوار احترافه في اوروبا، وبعد وقعة توتنهام الشهيره برمي التيشيرت، ثم ان الجمهور يبقى رافض وجوده ويروح اعاره لديربي كاونتي ويرجع تاني، كان في فرصه لكابتن حسام غالي انه يكمل في البريمير ليج. كان بيرمنجهام صعد، وكان ستيف بروس هو المدير الفني، وانضم فعليا للتدريبات وشبه وقع العقود، لكن كان باقي توقيع الوكيل بتاعه على العقود. وبعد ما نزل التدريب، يمكن هو حكاها دي في الكتاب كمان، حس ان مستوى لعيبه برمنجهام اقل من مستوى لعيبه توتنهام لما كان هو موجود معاهم، فقال لا انا مش هلعب مع الفرقه دي، وقرر ان هو يسيب الدوري الانجليزي كله. ده من المواقف الغريبه جدا. وبالمناسبه ستيف بروس بعدها عمل مؤتمر صحفي واتكلم بشكل يعني في نوع من الهجوم على كابتن حسام غالي، لكن يعني بعد كده ظهرت الحقيقه انه هم نفسهم اللعيبه قالت انه حسام غالي كان في مستوى عالي جدا في وقت احنا كنا في مجموعه لعيبه متجمعه، ما كانش في نفس المستوى اللي كان ممكن هو شافه في توتنهام من لعيبه توتنهام. ده جزء. الجزء الثاني في برضو يعني من القصص الجميله، كابتن مجدي طلبه في مره وهو في باوك اليوناني ومكسر الدنيا، فاكتشف ان عقده مش مناسب يعني كقيمه ماليه مع المستوى اللي بيقدمه ومع زمايله ومع المستوى اللي بيقدمه. فطبعا بدا يتكلم مع زمايله وبيثقوا فيه اليونانيين والاجانب اللي موجودين في الفريق، فقالوا له لا انت اكيد محتاج تغير العقد، واتفق على كده مع الاداره. فولينوس كان رئيس النادي وقتها رفض، يعني اتكلم شويه ورفض، بتاع كابتن مجدي قال انا راجع مصر مش جاي تاني، خلاص لما تعدلوا لي عقدي ابقى اكلموني. فطبعا فولينوس يكذب على الاعلام وعلى الجمهور في ما بين موسم، يعني هي فتره توقف، فتره اعداد، فهيرجع بكره هيرجع بعده. طب بدا لعبه ماتش ودي، مجدي طلبه ما رجعش، الجمهور بيدور عليه، شتم رئيس النادي، فعملوا مناشده، الجمهور قال مجدي طلبه يرجع واحنا هنفتح حساب في البنك وهنحط له المبلغ اللي هو محتاجه. طلع كابتن مجدي طلبه في الراديو ساعتها، جورجيديس هو كان المذيع وهو اللي حكى لي الواقعه دي واتحطت في الكتاب، فبيقول له كابتن مجدي الجمهور بيقول 1-2-3 وهنحط لك الفلوس في حسابك وبتاع. قال لهم انا مش شحات عشان حد يعمل معايا كده، انا بشكر جمهور باوك انه حريص على ان انا ابقى موجود، لكن في عقد وفي التزام واتفاق مع النادي يلتزموا بيه انا هرجع.
وبعد ضغط كبير جدا بعتوا له عضو مجلس اداره هنا في مصر وقال له هتاخد فلوسك ويرجع وحصلت مفاوضات وفعلا رجع وكمل مشواره يعني وكلامه مشي. طبعا هو كان بيتعامل باحترافيه شديده فكره انه انا ما حدش يحط لي فلوس لا جمهور ولا غيره، انا فلوسي من اداره النادي في عقد في اتفاق يلتزموا بيه. دي برده من المواقف اللي ان كمان لما تتحكي لك من حد عاصر الفتره دي هو اللي عمل المداخله للكابتن مجدي. عمر انت في الحكايه دي انا تعبت كتير وسمعت حاجات كتير ويعني عانيت علشان الكتاب يطلع بالشكل ده، لكن راضي عن التجربه نفسها. وكمان بشكر كل الناس اللي حضرت حفل التوقيع سواء نجوم كوره او الناس اللي حضرت كلفت نفسها وحضرت. يعني هتكمل في حاجه بعد كده؟ في حاجه اعتقد جاية؟ انه عندي افكار كتير وفي اكتر من فكره. اعتقد كمان المكتبه الرياضيه وكره القدم تحديدا في مصر محتاجه برضو يكون في انتاج اكتر الفتره اللي جايه، في ناس كتير بدات تجتهد وتعمل كتب واعتقد انه ده هيبقى في المستقبل كمان الانتاج هيبقى اكتر من كده. ماشي. هي الصعوبه كمان يعني عمر في الكتاب بتاع عمر بنوبي 100 سنه 100 عام من الحلم 100 عام من الحلم ان هو يعني على مدار شوف بقى من سنه كام من 1911 بالظبط 1908 تحديدا ل 2008 ل 2008 انك تقدر تجمع كل النجوم الراحلين والمتسابقين وتحاول تجيب معلومات عنهم. دي موضوع صعب جدا، موضوع يعني مجهود ضخم جدا، انا بشكره عليه وبحييه عليه جدا طبعا. وطبعا كان في حاجات طبعا بالنسبه للموجودين كمان كان في صعوبات قابلت المحترفين. انت عارف بدايه الاحتراف عندنا طبعا بعد سنه 90 كاس العالم صح. اللي طلعوا في ناس منهم جالهم صدمه في البدايات يعني كان عمر في منهم اللي رجع وفي منهم اللي كمل يعني اللي قدر يكمل ده بصراحه يعني هو يعني عقليه مختلفه شويه انه قدر يبعد بقى عن الزحمه والشهره ومصر والاصحابي واهلي وكده. القصه دي يعني كابتن اشرف ابو زيد وكابتن هاني سعيد راحوا قعدوا مع اودينيزي 40 يوم، اودينيزي مع الفريق الاول 40 يوم ويتمرنوا. جالهم مدير نادي اودينيزي قال لهم العقود بتاعتكم اهي هتمضوا 5 سنين بالمينيمم وبعد اول مباراه رسميه ليكم كل واحد بيتعدل له عقده لمبلغ اكبر. فالقصه ما كانتش في قيمه العقد ولا في الخمس سنين ولا الكلام ده. اشرف ابو زيد قال لهاني سعيد قال له بقول لك احنا مش بتوع غربه ولا نمضي ولا بتاع، تعالى نرجع. خمس سنين ده كتير قوي. بقول لك ايه، تعالى نرجع ونبقى نشوف الموضوع ده وبعدين نكمل. وبالمناسبه اللي كان جايب اللي كان جايب الاوفر ده مينو رايولا، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي. مضى 4 لعيبه من منتخب الشباب بتاع 97 هنا في مصر. عارف يقولك كان شغال ايه؟ مش عارف بتاع بيتزا مطعم عارف كده بالظبط. كان عنده بيتزا ده نادي اياكس فشاف اللعيبه بدا مع الموضوع ده وجي مصر هنا عشان ياخد مواهب. خد 4 محمد ابو العيله وهاني سعيد واشرف ابو زيد وعز بعد كاس العالم. فبعد كده اللي فلت منهم هم رجعوا يعني هو اشرف ابو زيد وهاني سعيد رجعوا، ده على لسان هاني سعيد طبعا في الكتاب، رجعوا مصر علشان معسكر المنتخب الشباب. اشرف ابو زيد تاني يوم راح طالع على النادي الاهلي قال لهم انا اسف ان انا هربت همضي واللي انتوا عايزينه تمام. فقال له هاني سعيد قال له طب اشرف طب ما تقول لي ان انت عايز تعمل كده. راح نادي اودينيزي بعت لهم قال لهم بقول لكم ما تجوش تاني، ما تجوش انتوا الاثنين تاني. وطبعا كانت معاناه بقى لهاني سعيد انه يرجع تاني على ايطاليا وانه انديه تشوفه، روما شافه، باري شافه، وكان القصه وكان ممكن يترفض. يعني هو قال لي انا لو كنت حتى هبطل كوره في الواقعه دي لكن ما كنتش حابب ان انا ارجع مصر تاني. وربنا وفقه في موسم قوي جدا مع باري يعني. فهي برضه حته الغربه دي صعبه برضه. حازم في تجربه كانت في سن صغير اودينيزي اكيد كان في حاجات حصلت له هناك. هو اول ماتش يعني هو حكى اول ماتش دي فكره انه رايح يلعب نابولي في نابولي، بيقول لي احنا رايحين نابولي فرقه بتنزل درجه ثانيه وتطلع ما كانش بالقوه اللي موجوده دلوقتي. فبيقول لي متخيل خلاص اودينيزي رايح يلعب نابولي واول الاسبوع الرابع والاسبوع الرابع في الدوري مفيش اي حاجه. بيقول لي لسه بندخل بس يعني منطقة الملعب من بره طوب وشتيمة وخناقات والجمهور مجنون جدا. قال لي احنا في الممر نفسها الناس بتتخانق وبيقول لي مش عارف. قال لك ان هو قال لك حازم ان هو كان عايز يرجع. هو عارف يا عمر هو كان عايز هو يرجع. يعني مش حتة انه عايز يرجع، هو راح لقى نفسه قاعد في اوضة متر في متر ونص ومفيش وباصص للسقف ومش مفيش حاجة بيعملها. يعني كان الموضوع بالنسبة له كان حازم بالذات ان هو واخد بقى عارف نادي الصيد واصحابه وموضوع يعني مهندسين. بس في موقف تاني للكابتن طارق السعيد لما كان في بلجيكا وكان بيلعب في اندرلخت. في اندرلخت لعب. حد حكى لك ولا ايه؟ لا يعني هو ما حكاش تفاصيل فيها بصراحه قوي. لا 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 انا تقريبا الكابتن طارق كان مره كان زعلان جدا. حضرتك عارف ان الزهق في اوروبا او احنا العادات مختلفه عن بره. احنا ما فيش نوم تقريبا، الناس ما بتنامش في الشارع، على طول موجودين في الشارع. بره الناس بتنام من 6 7 تبدا المحلات تقفل، الناس تروح بدري. فالكابتن طارق يعني تقريبا كسر الشقه كلها من كسر الزهق. فالجيران تقريبا طربوا له البوليس، فالبوليس جه قال له
في قال له سوري ماي فازر ديد طارق ذهنه حاضر يعني هو كان عنده حصل هيخترع اي حاجه في عشان سوري ماي فازر ديد يعني قال له ابويا توفى اي حاجه. انا فاكر الواقعه دي كانت واقعه طريفه جدا جدا بالنسبه للكابتن حازم والاوضه ده. طيب ممكن بقى سريع عشان الوقت بيجري مننا وعايز اعرف بس يعني تقول لي لا لا انا عايز تقول لي السوبر هيتلعب ولا لا السوبر اهلي وزمالك 24 خلاص الموضوع محسوم يعني الاتحاد الكورة لسه في كلام يعني في كلام رايح وجاي اتحاد الكورة النهاردة طلع بكلام قال لك الاهلي والزمالك لازم لو عايزين يأجلوا يكتبوا جواب مشترك كل اتنين يمضوا عليه ده انا مش فاهم القصة انا جمهور وما اعرفش مش السوبر يتأجل هو مباراة الدوري اللي يتأجل انا عفوا مباراة لا مباراة الدوري 24 بالظبط هتتأجل ولا لا هو في ضغوط انها تتأجل بس هو طبعا يعني لو في مكاتبات من الاهلي والزمالك ان هم عايزين اصروا على التاجيل لازم يبعتوا بيني وبينك خطاب رسمي بيني وبينك اللي هيحصل متوقع ايه؟ لا انا لا انا اتوقع انه تلعب عمر متوقع ايه؟ حتى الان الموضوع غامض شويه لانه برضو اعتقد ان يعني النتائج المباريات اللي هتسبق الماتش بتاع الدوري ممكن تاثر على موقف اقامه المباراه من عدمها يعني. الزمالك مصمم يلعب 29 تقريبا لا هو زي يوم الاهلي اصل ده كاف انا عارف بس الكاف هيحدد مين 29 حتى لو الاهلي بعت قبل الزمالك الخطاب بتاع تحديد يوم المباراه مالهاش علاقه الكاف هو اللي هيحدد مين هيلعب 8 ومين هيلعب 29 طب الزمالك عمل كده علشان يتمسك ان هو يضغط على اتحاد الكوره انه يؤجل ماتش يوم 24 ممكن؟ لا ما اعتقدش يعني هو هو يعني ما ممكن الزمالك يلعب 29 والاهلي يلعب 28 وبعدين من 24 ل 28 يعني مده انا شايف المده كافيه يعني 3 ايام ممكن سهله مش موضوع مش بعيد يعني. طيب الاهلي وسان داونز عمر و 5-0 الموسم الماضي وبالتالي مباراه تبقى مختلفه. كابتن سيد كان في مداخله معايا وقال ان احنا ممكن نتفادى بعض الاخطاء اللي وقعنا فيها المباراه اللي فاتت. شايف الاهلي يعمل ايه علشان يفوز على سان داونز وكمان المباراه معكوسه اول مباراه هنا تاني مباراه هناك. يعني شايف انه يشيل فكره الخمسه دي من دماغ اللعيبه ومن دماغ الجهاز الفني ده اولا. تمام. ثانيا شايف انه في فرق كبير جدا ما بين الاهلي السنه دي والسنه اللي فاتت، يعني السيزون اللي فات كان له ظروف، كان في مدير فني موجود بفلسفه معينه، ما كانش قوي فاهم طبيعه النادي الاهلي، كان مقتنع انه انا كسبت الدوري انتوا عايزين ايه تاني؟ هو اي فرقه بتتغلب وانا جيت وانتوا في مركز متاخر وخدت بيكوا البطوله. لكن دلوقتي في مدرب متطور مذاكر كويس شايف وبدا يحتك افريقيا كمان فبدا يكتسب بعض الخبره الافريقيه، يمكن في الدوري ما فيش فريق عارف يقف قصاده لا تعادل حتى ولا هزيمه. لكن اعتقد ان مباراه سان داونز صعبه حتى لو اصابه لبعض لاعبي سان داونز او غيره، لكن فريق سان داونز متشكل من زمان جدا، يعني القوام الاساسي بتاعه موجود ما بيغيرش كتير في اللعيبه بتاعته، معاه مدرب مستقر بقاله 7 سنين تقريبا بيتسو موسيماني، خد خبره كمان في التعامل مع انديه شمال افريقيا كلها بما فيها مصر وانديه جو تونس والجزائر والمغرب، فانت محتاج تواجهه بشكل عقلاني شويه، ما يبقاش فيه اندفاع لان انت عندك ماتشين مش ماتش واحد، وما اعتقدش ان نتيجه الخمسه دي هتتكرر تاني نهائيا في تاريخ النادي الاهلي اصلا، يعني دي حاجه بتحصل كل 40 50 سنه ان يحصل داي اوف كده يحصل فيه نتيجه زي دي. لكن مباراه صعبه مش سهله كمان لانه في غيابات في اماكن مؤثره عند النادي الاهلي، يعني في وسط الملعب في غيابات، عنده في خط الهجوم ممكن يكون في بعض القصور بيتغلب عليه بانه بيغير مراكز اللعيبه وانه بيوظف لعيبه بشكل مختلف، لكن التركيز مطلوب اهم شيء، وفكره انه يشيل الضغوط عن اللعيبه كلها فكره ان انا رايح غطار او ان انا برد اعتبار قدام فريق سان داونز، لا انا العب على ان انا عايز عندي ماتشين ذهاب وعوده ان انا اكسب الماتشين. كابتن وليد كان معاه كابتن نبيل معلول في مداخله تليفونيه وقلت له مباراه السوبر هتصعب مواجهه الزمالك والترجي في دوري ابطال افريقيا، قال لي طبعا بسبب النتيجه هتخلي فيه شويه يعني شويه حسابات ما بين الفريقين، هل الكلام ده صح؟ هي تفرق مع الفرقتين في حاله فوز احد الفريقين، يعني معنويه ناحيه معنويه هتدي دفعه معنويه غير عاديه. طب هتصعب الماتش اللي في دوري ابطال افريقيا على الفريقين؟ لا ما اعتقدش ان يعني في فصل دي بطوله ودي بطوله ثانيه، يعني ده بتلعب في بطولتين بس هي الفرق ان بطوله السوبر مباراه واحده، دوري ابطال افريقيا مباراتين عندك فرصه يعني. الزمالك قادر ان هو يفوز؟ الزمالك في السوبر الافريقي نتمنى طبعا، احنا كلنا نتمنى ان الزمالك طبعا. طب ليه حضرتك اخدت وقت وفكرت ليه؟ هل سكواد الزمالك
لا ممكن ما يكونش نفس القوه اللي الترجي موجود فيها ولا عشان لا عشان الحاله يعني حاله الزمالك كسبان الاسماعيلي اخر مباراه والدنيا بالنسبه له كويسه. لا هقول لك هو مش القصه في المكسب قصه في اداء اللاعبين يعني في عدم رضا عن اداء اللعيبه بصفه عامه في مباراه الدوري الاخيره سواء دجله حرس اخر دجله والحرس وكان الاسماعيلي بالظبط رغم الفوز في اخر مباراتين لكن الاداء غير مطمئن الروح برضو مش هي دي روح فريق المفروض ان هو مسافر بعد كارتيرون كسب اخر سوبر ما بينه وبين الترجي يعني كارتيرون عنده جود اكسبيرينس في السوبر وكسب مع الرجاء كسب الترجي هل ده ممكن تكون يعني علامه او حته نفسيه جيده لصالح الزمالك ممكن للمدرب في كيفيه التعامل مع فريق الترجي في الملعب لان هو عنده خبره في سابقه يعني لكن على ارض الواقع لا الزمالك يعني محتاج عارف اللي هو يعني محتاج نقله تانية خالص يعني من 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 الثاني اللي هو فيه حاليا يروح جايب خامس عشان يقدر ان هو يتغلب على فريق كبير وبرده الترجي فرقه مش سهله خدت يمكن هي لعبت اربع مرات في السوبر افريقي خدته كسبت مره واحده بس خسر ثلاثه ده حاجه كويسه الزمالك العكس الزمالك حاجه كويسه جدا لعب اربعه فاز في ثلاثه وخسر مره واحده قدام هارتس اوف اوك الغاني 2-0 الزمالك عايز مجهود كبير جدا عايز تركيز عالي من اللعيبه عايز يعني اليوم ده يكون في افضل حالاتهم عشان يقدروا ده يعني 90 دقيقه ببطوله سوبر وبطوله يعني ما بتجيش كتير يعني طب عمر بسرعه قول لي لا هل فايلر لو ما حققش نتيجه ايجابيه في دوري الابطال هل شايف هيبقوا زي اي مدرب وبالتالي الاهلي هيفكر في مدرب اللي يجيب له دوري الابطال ولا الاهلي بيفكر في الاستقرار؟ لا انا بالعكس فايلر حتى لو في نتيجه سلبيه لا قدر الله في مباريات دوري ابطال افريقيا لابد انه يتجدد له في اقرب فرصه. فايلر من نوعيه مدرب مشروع مش مدرب بيجي لفتره مؤقته او لمهمه ويمشي لا. فايلر عنده شخصيه باينه جدا في حتى تعامله مع الاعلام في مع اللعيبه قرارات حاسمه قراره من دماغه برضه جهازه المعاون كمان جهاز على اعلى مستوى من اول كابتن سامي قمصان لسيزا لميشيل يانكون لشعيب كل اللي موجودين في الجهاز الفني على اعلى مستوى فاعتقد انه لا حتى لو في نتيجه سلبيه لا قدر الله لابد انه يتجدد لفايلر. عمر بشكرك شكرا جزيلا ببارك لك تاني الف الف مبروك ودايما من نجاح لنجاح ان شاء الله. اشكرك كابتن وليد بشكرك على وجودك. احنا لسه قاعدين بس احنا هنختم ونكمل احنا قاعده. كابتن وليد بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. يعني وحته التنسيق لماتشات الدوري ده انا يعني متفائل بيها جدا وبصراحه فكره ممتازه جدا جدا فبتمنى لك التوفيق ودايما تنجحوا فيها وتعملوا احسن من اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. اتمنى التوفيق لكل فريق العمل ورب الفتره الجايه تكون فتره خير كده ونشوف الدوري المصري في افضل حالاته. ببارك لعمر الزميل العزيز مرة تانية وبارك لك ربنا يخليك يعني مبسوط مننا الحمد لله لا حبيبي كابتن وليد بشكر حضراتكم شكرا جزيلا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على قناه النهار في نمبر 1 تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.